صباح الخير، يعطيكم العافية. خلينا نكمل بشابتر 3. المرة الماضية بلشنا نتطلع على مفهوم البارلل بورتس بشكل عام، شو يعني بارلل بورتس وليش بدنا بارلل بورتس، وحكينا ضروري جدا هذا النوع من البورتس يكون موجود في المايكرو كنترولرز، لأنه المايكرو كنترولرز تحتاج انها تسوي كثير من العمليات اللي بتتطلب تبادل معلومات، سواء اخراج معلومات outputting data او ادخال معلومات inputting data على المايكرو كنترولر. وهاي الداتا ممكن تكون يعني الهدف منها هي عبارة عن داتا فقط داتا، او تكون الهدف منها التخاطب والcommunication مع devices موجودة في الخارج، زي switches، زي light emitting diodes، زي sensors وهكذا. فطلعنا على هاي التفاصيل المرة الماضية وبلشنا نحكي عن الports، parallel ports الموجودين في البيك 1684. فحكينا technically we have two ports, port A و port B, and both of these ports are digital ports. They are bi-directional ports. بقدر أستخدمهم for input and output. وهم configurable على مستوى pin. يعني أنا بقدر أحدد pin نفسه هل هو input ولا output. يعني وهذا الكلام بيتم حكينا من خلال special function registers اللي هم direction registers أو tris A و tris B registers. حكينا بعض pins في هدول الports إلهم another functionality. فمثلاً port A كان فيه البن رقم 4 بقدر أستخدمه كإنبوت لتايمر 0 clock. مثلاً port B فيه الـ RB0 multiplexed مع الـ external interrupt. الـ upper 4 bits من port B برضو multiplexed مع الـ port B change interrupt وهكذا. وشفنا examples كيف نسوي configuration للبورتس للبنز اللي موجودة في البورتس المختلفة كإنبوت وأوتبوت، وكيف نسوي إنبوت وأوتبوت للداتا من هاي البورتس من خلال هدول الexamples. برضو حكينا المرة الماضية كيف ممكن نسوي interface لvery simple devices. فحكينا كيف نسوي interface لswitches سواء كان single pole double through أو single pole single through. فحكينا في single pole single through في عندي طريقتين، إما بستخدم pull up resistor أو بستخدم pull down resistor حتى إني فعليا قادر أحدد أو يكون أعرف two values يدخلوا على البورت هون، logic 0 ولوجيك 1. هاي مشكلة بالسنجل بول سنجل ثرو، لأنه ما في غير مخرج واحد من هون ومن هون، بينما هون في عندي طريقين that I can select from. برضو يمكن آخر إشي حكينا عنه كان اللايت إميتينج دايود، وحكينا برضو اللايت إميتينج دايود هي من أبسط الأوتبوت ديفايسز اللي ممكن تلاقيها في الإمبيدد سيستم. تحتاج إنك توصل معلومة أنت عادة لليوزر عن طريق إنديكيتورز أو أضواء معينة. فاللايت إميتينج دايودز يعني كثير منتشرة موجودة في الإمبيدد سيستمز، وحكينا في طريقتين، إما بشبك حتى أشبك الدايود مع اللايت إميتينج دايود مع البورت، إما بشبك الأنود اللي هو هاد الأنود مع البورت دايركتلي، وفي الحالة حتى أشغل البورت أو حتى أشغل اللايت إميتينج دايود لازم أسوي للوجيك هاي لو هاي فولتج. لاحظ الطرف الآخر مشبوك مع الجراوند، فحتى يضوي الدايود لازم يكون الفولتج بين الأنود والكاثود من هون لهون أعلى من قيمة معينة تذكر وسميناها الفي جاما أو الثريشولد فولتج الكاتوف فولتج اللي بعده بيشتغل الدايود وبيبلش يسوي كوندكشن. أو حكينا ممكن أشبكها بالعكس بحيث أشبك الكاثود مع البورت، وبهي الحالة لازم أضمن إنه الفولتج من هون لهون أعلى من قيمة معينة موجبة. فبلاحظ كيف الأنود مشبوك مع هاي فولتج، وبالتالي حتى يسوي يطلع الدايود من الكاتوف فولتج لازم أسوي هون أوتبوت للوجيك للو فاليو لوور فولتج فاليو أو للوجيك زيرو. يعني لو أسوي أوتبوت لزيرو فولت هون اللي هي لوجيك زيرو راح يشتغل الدايود، أذروايز مش راح يشتغل الدايود. إذا أسوي أوتبوت للوجيك 1 اللي هي راح تكون غالبا في اس حسب السورس فولتج. This is the source voltage that is powering the microcontroller عادة. تمام؟ هلا المرة الماضية هيك بسرعة أنا بس ما كملنا إنه كيف أسوي حسابات للمقاومة الموجودة هون. حكينا هاي المقاومة هي عبارة عن مقاومة بنسميها current limiting resistor، وظيفتها تقليل قيمة التيار المارر في الدايود واللي طالع من البورت أو اللي داخل في البورت عند لما الدايود يشتغل، لما الدايود يسوي conduction. لأنه حكينا المرة الماضية لو أجي أحاول أني أشوف
أنسى إنه هاي المقاومة موجودة وأحاول أحسب قيمة التيار اللي بيمشي بهذا الواير لما الدايود يشتغل. فالآن هذا البورت بكل بساطة هو زي كأنه فولتج سورس، هو عبارة عن فولتج سورس مشبوك هون. حتى أحسب قيمة التيار راح أخذ KVL هون، فthis is V output high خلينا نسميه، لأنه ما بيشتغل الدايود غير لما أسوي output للوجيك هاي. VOH يعني V output high، يعني قيمة الفولتج اللي that corresponds to the logic high output. فالآن راح أخذ KVL بسيط، فراح يصير عندي minus VOH. انسى انه هاد موجود. الان الدايود لما يشتغل، فعليا هو بكون الموديل تبعه هو عباره عن اذا بتتذكروا هو عباره عن مقاومه، مظبوط، هو عباره عن فولتج سورس في كاما اللي هي الفي دي، مظبوط. فانا بدي احسب قيمه التيار الان. هذا كيف كنا نمثله؟ اللي هو عباره عن RD مقاومة الدايود والتيار اللي بمر فيها minus ID في RD بكل بساطة يساوي صفر. فإذا أنا لو أحسب قيمة الكرنت راح تطلع عندي VOH زائد VOH زائد على RD. وحكينا الماضي RD عادة بالأومز، يعني قيمتها بالأومز 10 أوم 20 أوم 30 أوم بالكثير. فإذا لو كان الـ V output high هو 5 فولت على مثلا 10 أوم، رح تلاقي إنه التيار تبع الدايود رح يكون 0.5 أمبير، which is very very huge amount of current. أصلاً ما حكينا ممكن هذا يؤدي إنه الدايود يخرب والبورت نفسه يخرب، لأنه البورت الديجيتال بورتس عادة ما بتعطي هاي القيمة من التيار، يعني 0.5 أمبير is very huge amount of current. عشان هيك هاي المقاومة بيجي هون دور المقاومة. هاي المقاومة وظيفتها إنها تقلل من قيمة التيار، لأني لو أكتب المعادلة ب لو اكتب ال كي في ال بدلاله بحاله وجود ال ار راح يصير عندي ماينس في او اتش زائد اي دي في ار دي او اي دي في ار سوري اللي هو هذا نفس التيار زائد في دي، خلينا اكتبها هيك بكل بساطه في دي. فالان يساوي صفر. فالان قيمه هاي المقاومه راح تكون يعني بقدر احسبها حسب قيمة التيار اللي بدي اياه حتى احدد قيمة التيار الماكسيمم. فراح تصير VOH minus VD على R. طبعا هون راحت ال RD، انا عم بكتب بدلالة ال V diode اللي هو ال V gamma تبع ال V diode. فلاحظ كيف على ID، سوري على ID على ID. فالآن إذا بحدد قيمة التيار من البداية وهي القيمة معروفة وهي القيمة معروفة، بقدر أعرف قيمة الـ R. فأنا بقدر أغير أختار قيمة الـ R بحيث تعطيني ID معين. حكينا الـ I قيمة التيار اللي بتمر في اللايت إيميتنج دايود مهمة لأنها بتحدد شدة الإضاءة، تمام؟ فما فيش شيء، عم بكتب KVL وهذه الكرنت ليمتنج ريزيستر عم بحاول إني أحسبها. الآن النقطة اللي كنت عم بحاول أحكيها آخر إشي المرة الماضية إنه بدي أخذ في عين الاعتبار إنه عادةً البورت هاد برضو في إله مقاومة. هون في إله مقاومة ROH، هذا اللي هي المقاومة اللي بشوفها أنا لما أطلع على البورت من برا، اللي هي إذا بتتذكروا جماعة السيركت اللي هي الثيفنين إيكوفلنت. يعني هذا البورت هو بالنسبة إلي هو دائرة كهربائية، لأن بقدر ألخصها على شكل R ثيفنين و V ثيفنين إذا بتتذكروا، مظبوط؟ هلا V ثيفنين أنا سميته V أوتبوت هاي، وهاي هي المقاومة اللي تكافئ المقاومة اللي بشوفها من البورت لما يسوي output للوجيك هاي. فبكل بساطة هاي المعادلة راح تتغير، إنه حتى أكون دقيق لازم أخذ في عين الاعتبار المقاومة الإكويفلنت ريزيستنس الأوتبوت ريزيستنس تبعت البورت. فهاي المعادلة راح تصير في حال أخذت في عين الاعتبار المقاومة الداخلية minus V output high زائد ID في R اللي هي الكارنت ليميتنج ريزيستر زائد ID في ROH زائد VD. فببساطة زاد عندي الترم هاد. فإذا بدي أحسب قيمة الكرنت ليميتنج ريزيستر لازم أكون عارف الأوتبوت هاي ريزيستنس تبعت البورت.
هلا ممكن تكون قيمتها قليلة، بس إذا بدي أكون دقيق ممكن أني أدخلها في الحسبة تبعتي. فإذا بدي أحسب قيمة الـ current limiting resistor راح تصير بكل بساطة minus ID في ROH minus VD على الـ ID. طبعاً الـ ID بيكون معروف زي ما حكينا، أنا لازم أحدد كم قيمة التيار اللي لازم يمر في الديود لما يضوي حتى أحصل على شدة إضاءة معينة. الـ V ديود برضو بتكون معروفة من الـ specifications تبعت الديود. الـ V output high قديش الفولتج اللي بيطلع على البن لما أسوي output للوجيك 1، هذا برضو من الداتا شيت تبعت المايكرو كنترولر. فمثلاً إذا كنت مشغل المايكرو كنترولر على 5 فولت، الاوتبوت هاي لوجيك عادة هو 5 فولت. اذا كنت بشغلها على 3.5 فولت الفولتج سورس تبعها الباور سبلاي، راح يكون الاوتبوت هاي فولتج هو 3.5 فولت وهكذا. تمام، فهاي الشغلة مهمة جدا انه ننتبه لها، كيف احسب الكرنت ليميتنج ريزيستر في حالة قررت انه اهمل الاوتبوت ريزيستنس تبعت البورت، او في حالة قررت اني اخذ في عين الاعتبار الاوتبوت ريزيستنس تبعت البورت. تمام، هلا نفس الكلام ينطبق في حالة طريقة الانترفيسنج الأخرى اللي هي على اليمين موجودة عندنا. هذا البورت فعليا لما يسوي اوتبوت للوجيك لو بقدر احط له ثيفينين ايكوفالنت اللي هي بلس ماينس في اوتبوت لو، ويكون عندي هون ار اوتبوت لو برضه، يعني ما في شيء تغير. فلما بدي احسب قيمة المقاومة الكرنت ليميتنج ريزيستر لازم اخذ في عين الاعتبار هدول القيم. هلا بالنسبه للمايكرو كنترولر اللي عم تعامل معها، عاده الفي اوتبوت لو هو زيرو، اوتبوت في اوتبوت لو لانه هي مصنعه بالسيمس تكنولوجي، فالاوتبوت لو هو زيرو، والار اوتبوت لو برضه بتكون عاده معرفه بالداتا شيت. فحتى احسب هذه بدقه كم قيمتها حتى احصل على تيار معين ويكون الفولتج تبع الديود الكت اوف فولتج تبع الديود معروف، لازم اني اخذ ممكن لازم اخذ في عين الاعتبار الشغلات هاي. عاده هاي القيمه صفر، لكن بامكانك تكتب المعادله انت في البيت اكسرسايز لك، اكتب المعادله للكرنت ليميتنج ريزيستر هون بدلاله في او ال وار او ال بشكل عام، ولو حسب المعطيات عندك بتقدر تحدد انت الحسبه تبعتك. بكون عاده المفروض انت عارف قيمه التيار، عارف قيمه الاوتبوت لو ريزيستنس، عارف قيمه الباور سبلاي اللي بدك تشغل عليه الديود وهكذا. تمام، فهي يعني حسابات بسيطة عبارة عن KVL بسيط دائما باخده هيك، keeping in mind انه هذا هو الموديل تبع البورت، هذا هو الموديل تبع البورت. الثيفينين equivalent بكل بساطة لما اطلع على البورت من برا لما يكون output low او output high كيف شكله، كيف بقدر ألخصه، هذا هو مفهوم الثيفينين equivalent للناس اللي متذكر السيركت. هذا السلايد بورجيني الاي في كيرف تبع بعض اللايت ايميتنج دايودز اللي هو بيشبه الاي في كيرف تبع الدايود العادي، مع اختلاف انه الكت اوف فولتج شوي عاليه، الكت اوف فولتج شوي عاليه. فمثلا هون بحكي لي هذا الموديل نمبر تبع الدايود، بيعطيني هون الويف لينث تبعت الضوء اللي بيطلع من هذا الدايود، وبيعطيني هون شده الاضاءه عند ال10 ملي امبير. فهو بيجي بحكي لي عند ال10 ملي امبير هذا الدايود بيعطي 10 ملي كاندل، MCD يعني 10 ملي كاندل، كاندل اللي هي وحدة قياس شدة الإضاءة، فبيعطي 10 ملي كاندل. الآن إذا بدي أشتغل عند العشرة ملي أمبير لازم أروح هون وأطلع والله V ديود، هاي ال V ديود، هذا ال V ديود لازم أكون أنا معطي هون حوالي ال 1.95 فولت، ال 1.95 فولت تقريبا حتى يشتغل الديود وحتى يعطي 15 ملي كاندل، يعني يمر فيه 10 ملي امبير. طبعا الويف لينث تبعها 627 نانومتر، يعني بدك ترجع تشوف شو هو اللون، بس هو اقرب الى الاحمر هذا اللون. هون اذا بتطلع هون نفس الشيء، هذا ديود ثاني مختلف شيء، بيعطيني انه الويف لينث تبعت الضوء 565 نانومتر، 565 نانومتر، فهذا أقرب يمكن للبنفسجي للجهة الثانية. فحاول أنت to look up إنه هذا الكلر شو هو ال wavelength هاد لأي كلر وال wavelength هاد لأي كلر. طبعا نفس الشيء بحكي لي إذا بدك تحصل على 12 ملي كاندل
بدك تمرر في الدايود 10 ملي امبير، 10 ملي امبير يعني الدايود فولتج تقريبا بده يكون على 2.1 فولت، لازم يكون الفولتج على الدايود 2.1 فولت. طبعا لاحظ هون الكتوف، هاي الكتوف، هذا الكتوف، هذه الفي جاما، قبل بلو ذس ما في كوندكشن. ولاحظ قديش الفي جاما 1 point something اعلى من الفي جاما او الكتوف فولتج تبع الدايود الطبيعي او اللي مش لايت ايميتنج دايود. فعاده لما بدك تستخدم دايود معين لازم تكون معك المعلومات هاي، قديش الكتوف فولتج، شو علاقه التيار، شو علاقه التيار بشده الاضاءه، وبالتالي قديش الفولتج لازم يكون على الدايود. موضوع له علاقة بالدايود اللي هو 7 segment displays، وبتوقع مر عليكم هذا الفكرة تبعت 7 segment displays بمختبر المنطقة الرقمي، كنتوا تشوفوا هدول 7 segment displays اللي عن طريقهم تقدر تسوي display لأرقام وبعض الحروف. الآن داخليا هاي 7 segment display عبارة عن مجموعة من الدايودز، كل واحد من هدول الدايود اسمه segment، عشان هيك اسمها 7 segment، ومرات بيكون 8 segments اللي هي decimal point. هذه هلا كل واحد من هدول عبارة عن دايود، وهدول الدايود أنا بقدر أشبكهم بطريقتين مع بعض. فبتلاقي عادة في إشي طريقة اللي هي الكومون كاثود، اللي هي إنه الكاثود تبع كل الدايود is common. لاحظ هاي الكاثود هون تبع هات وتبع هات وتبع هات، كلياتهم common. شو يعني كلياتهم common؟ يعني كلياتهم مشبوكين مع بعض على هذا البن. طيب شو بالنسبة للأنودز؟ الأنودز لاحظ هم اللي مشبوكين مع الإنبوتس اللي هي الA والB والCD والE FG اللي بتعرفون. فالآن حتى أشغل هدول الديودز معناها حتى to show some pattern، معناها لازم الإنبوتس اللي هم الA والB والC والD والE والF والG أحط عليهم فولتج higher من الفولتج اللي موجود عندي هون. فإذا أنا حطيت هون مثلاً 1 فولت مثلاً أو 0 فولت whatever value حطيته هون، فرضاً حتى يشتغل حتى يضوي هذا السيجمنت اللي هو سيجمنت A مثلاً، وكان الكتوف فولتج 1.8 فولت، معناها الـ A لازم الفولتج تبعها يكون الفولتج تبعها لازم يكون قديش 2.8 فولت على الأقل حتى يشتغل الدايود. فهي نقطة هون إنه لما يكون common cathode معناها الفولتج اللي بدخله على البنز لازم يكون higher، اللي هي الA والB والC pins لازم يكون higher من الفولتج الموجود على الكومن. هو هون نسميه ground، ممكن تشبكه أنت على ground على zero أو على أي فولتج، بس بدك تضمن حتى يشتغل أي واحد من السيجمنتس هدول لازم الفولتج اللي داخل على البنز هدول يكون أعلى من الفولتج الموجود هون. هلا الكومن براكتس انه يكون زيرو، فبالتالي لازم ادخل على الاي والبي والسي والدي مثلا اي فاليو اعلى من مثلا 2 فولت حتى يشتغل الدايود، وتشوف حسب الكاتوف فولتج طبعا تبعه، حسب شده الاضاءه اللي بدك اياها. هلا الطريقه الثانيه اللي هي الكومن انود، اللي هي نفس اللي هي العكس، انه الانودز تبعت الدايودز هي مشبوكه مع بعض وكومن، فمشبوكين على نفس البن، بينما البنز اللي بتتحكم هل يضوي الدايود ولا لا فري. وبالتالي حتى اشغل هذا الدايود عادة لازم احط فولتج هون، فبحط هاي فولتج عشان هيك هو مسميه هون في سي سي، وحتى اضوي الدايود معناها لازم احط لور فولتج عند الجهه المقابله على الكاثود، اللي هي فعليا زي كاني عم بحكي عن انترفيسنج الدايود، اما اني اشبك الكاثود او اشبك الانود على البورت. هدول طريقتين حتى او النوعين الموجودين لل 7 segment displays، وهدول very popular they are widely used في embedded systems، ورح نرجع نحكي عنهم ب chapter 8 نشوف اشكال اخرى منهم. فهون عندي تيبل بسيطه بتحكي لي كيف ممكن تسوي display للديفرنت للارقام من 1 ل 9، assuming انك انت هون عم تحكي عن مثلا لو اخذنا الواحد، الواحد بدك تضوي هاد وبدك تضوي هاد اللي هو سيجمنت بي وسيجمنت سي، ولو افترضنا انها كومن كومن كاثود، فبالتالي لازم البي تكون واحد والسي تكون واحد، يعني تسوي اوتبوت للوجيك هاي، فبالتالي السي هون لازم تكون 1، السي هون لازم تكون 1 لما نحكي عن الواحد. هلا لما نحكي مثلا عن الثلاث، لما نحكي عن الثلاث، لاحظ الثلاث هي هذا السيجمنت A والB والC والD
E, F وG كلياتهم ما عدا ال E وال F هايهم كلياتهم ما عدا ال E و F هم ones حتى أسوي turn on لهم. هلا لو كانت common anode راح تنعكس التابل هذا لأنك لازم تسوي output للوجيك zero حتى يضوي السيجمنت. فهي ريفيو سريعة على ال 7 segment display. هون النقطة اللي حكيتها إنه عادة البورت فيه له مقاومة وبقدر أتعامل كأنه ثيفينين سيركت. فهذا السيموس موديل اللي إحنا مهتمين فيه إنه أنا عادة هون بسوي أوتبوت، فزي كأني أنا إما باخذ هذا الباث لما أسوي أوتبوت للوجيك هاي أو باخذ هذا الباث لما أسوي أوتبوت للوجيك لو. فلاحظ الـ V أوتبوت لو هون بالسيموس هي صفر، والفي اوتبوت هاي هي فعليا الفي سورس اللي هي الباور سبلاي تبع المايكرو كنترولر. اذا شغاله على 5 فالفي اوتبوت هاي 5 وهكذا. فهذا الموديل اللي بهمنا واللي هو اوريدي حكينا عنه. يعني في حاله الاوتبوت للوجيك هاي بيكون عندي موديل ثيفينين ايكوفالنت اللي هو في سورس زائد مقاومه ار او اتش هاي اللي هي ار اوتبوت هاي. وفي حاله الاوتبوت لوجيك لو لما اسوي اوتبوت لوجيك لو بيكون الموديل عباره عن 0 فولت in series مع في او مع ار او ار اوتبوت لو اللي هي الار او ال سميها. هاي نقطه حكيت عنها كيف اني اخذ في عين الاعتبار الار او ال والار او اتش في الحسبه تبعتي. وكتبنا المعادلات. هاي الرسمه من الداتا شيت اللي هي بتحكي لي بتعطيني فكره عن قيمه الار اوتبوت هاي، قيمه الار اوتبوت هاي. فهون بورجيني لو انه بحكي لي المايكرو كنترولر الباور سبلاي تبعها 3 فولت، فهو قاعد برسم لي قيمه الفي او اتش فيرسس الاي او اتش. هلا هون نقطه مهمه. الفكره هون انه انا عندي هون بين، اي بين من البينز تبعت البورت. فانا رحت جبت هون فولت ميتر، فولت ميتر، وصرت اقيس الفولتج اللي هون. هون النقطه بدي انبه عليها هون انه الرسمه هاي الفي او اتش هي الاوتبوت اللي انا شايفه هون، مش انا هون حكينا في ار او اتش وفي هون في اس، مزبوط، اللي كنت اسميها في او اتش. هاي هلا الفي او اتش فعليا هون هي الفي، هي الفاليو اللي انا شايفها كيوزر بناء على التيار اللي قاعد بيطلع من هون، بناء على التيار اللي قاعد من هون هو اللي يسمى اي او اتش. يعني قيمه التيار اللي بيطلع من هون بناء على لما اني سويت اوتبوت للوجيك هاي. فالرسمه هاي بدك تنتبه انه الفي او اتش هو الفولتج اللي انا شايفه لما اسوي اوتبوت للوجيك هاي. وقبل شوي حكينا بالسيموس لما اسوي اوتبوت للوجيك هاي الفي اوتبوت هاي بتكون في اس فعليا، تمام. طيب الان شو صار؟ بحكي لي بدي احاول اقدر قيمه الار او اتش، بدي احاول اقدر قيمه الار او اتش. فهم حاطين في الداتا شيت رسمه زي هيك، بغيروا بالاي او اتش، بصيروا يغيروا بالاي او اتش ويقيسوا القيمه اللي هون، يقيس القيمه اللي هون. ففعليا كل ما زاد الاي، كل ما زاد قيمه الاي او اتش، كل ما صرت اسحب تيار اعلى من البورت، اسحب تيار اعلى من هون، الفولتج دروب هون، الفولتج دروب هون راح يكون اعلى، مزبوط. وبالتالي الفي او اتش راح تنزل، لانه الفي او اتش بكل بساطه هي الفي اس ناقص، يعني الفي او اتش في هاي الحاله هي الفي اس ناقص اللي هو الاي في الار، مزبوط، الاي في الار. فكل ما زادت هاي القيمه، كل ما الاوتبوت فولتج اللي انا عم بشوفه كلوجيك هاي عم بينزل. وهي نقطه مهمه جدا بدي انتبه لها لما اشبك ديفايسز على البورت، بدي اضمن انه البورت ما البن او الديفايس هاد ما يسحب تيار اعلى من قيمه معينه تؤدي الى انه الفي اوتبوت هاي فعليا يصير قيمته كثير قليله، وبالتالي يبطل اصلا لوجيك هاي، يصير معناه لوجيك زيرو، يصير فعليا لوجيك زيرو. فالفكره هون بكل بساطه انه عم بورجيني في او اتش الاوتبوت هون مع الار او اتش. فاذا بتطلع الفي او اتش فعليا يساوي في اس which is constant ناقص اي في ار. الان الاي متغير والار هي ثابته، ففعليا الار لو بدي اقراها من الرسمه هي عباره عن السلوب، هي علاقه خط مستقيم بين في او اتش واي، والار هي السلوب. فعليا الار هي، هاي هي السلوب تبع هذا الخط، السلوب تبع هذا الخط بين هاي النقطه وهي النقطه، طبعا اندر ذس كونديشن انه هذه ثلاثه
فولت. طبعا هون شو المينيمم والماكسيمم والتيبيكال اللي هو يعني عند درجات حراره مختلفه، عند درجات حراره مختلفه. نفس الشيء هون بورجيني الار او ال، انا عندي اللي هي الاوتبوت لو فولتج، نفس المبدا اذا بتكتب العلاقه بورجيني كيف انه لما اسوي حكينا اوتبوت لوجيك لو، فعليا اذا بتتذكروا لما اسوي اوتبوت لوجيك لو التيار بدخل على المايكرو كنترولر، مظبوط، مع اني مسوي اوتبوت لوجيك لكن حنسوي حكينا مسويين اوتبوت لفولتج احنا مش لكرات، فالتيار اي او ال بدخل هون، فهون عم بحكي نفس الشيء، عم بقيس في او ال هون وعم بشوف هون ار او ال وهون مشبوكه على الصفر، هيك الموديل تبع المايكرو كنترولر سيموس. فبالتالي نفس الشيء، اذا الفي او ال بكل بساطه هو عباره عن اي في ار، عباره عن اي في ار، فنفس الشيء الار او ال هي السلوب اللي هون، هي السلوب اللي هون. هلا هون نقطه مهمه بدي انتبه لها، نفس المبدا الموجود هناك، انه بدي انتبه انا عم بفترض انه الفولتج اللي طالع هون هو لو فولتج، يعني it corresponds to logic low. الان ممكن اوصل لمرحله اذا كانت قيمه التيار اللي عم تدخل على البن هون كتير عالية، الفولتج اللي راح أشوفه هون راح يصير يعلى 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 ليوصل لمرحلة يمكن أصير أشوفه V output high، حسب تصنيف حسب فهم المايكرو كنترولر إنه هو عبارة عن high voltage. فهي الشغلات مهمة لازم أعرفها، لأنه مرات ببني السيستم كامل وبكتب الكود وبسوي interfacing وما بشغل السيستم صح لشغلة بسيطة زي هيك، إنه التيار اللي عم يدخل هون كتير عالي، فالفولتج اللي عم بشوفه هون فعليا أنا هو مش output logic low، هو عبارة عن صار output logic high كقيمة، وبالتالي ما بيشتغل السيستم صح. طيب any question؟ اوكي، في عندنا 3 examples بتتدرج بالصعوبة، بلاش بالصعوبة، تتدرج في المتطلبات تبعتها، لكن هي الثلاث examples هي عبارة عن examples على استخدام ال parallel ports والانترفيسنج على البارلل بورتس، وبرضه مثلا في اخر اكزامبل راح نشوف بيستخدم الانتربتس مع البارلل بورتس والقصص هاي. فخلينا نشوف اول اكزامبل، رايت ا بروجرام ذات كونتينوسلي ريدز ان انبوت فاليو فروم فور سويتشز ذات ار كونكتد تو بورت اي ار اي 3 تو ار اي 0. فاذا انا عندي اربع سويتشز مشبوكين على ار اي 3 لغاية RA0 RA1 RA2 وهكذا. هلا كيف مشبوكين مش عارف أنا، هم pull up resistors pull down resistors مش مهم بالنسبة لي بهذا السؤال، يعني هم مشبوكين، في switches مشبوكين، push buttons ممكن يكونوا slide switches ما بعرف، بغض النظر switches لما أستخدمهم بقدر أدخل 1 أو 0 على البن. فهذا البرنامج اللي بدي اكتبه بده يقرا الفاليو اللي موجوده على هدول الفور سويتشز وياخذهم ويطلعهم على اربعه لايت ايميتنج دايودز مشبوكين على بورت بي، وتحديدا مشبوكين على البورت بي من البنز 4 ار بي 7 تو ار بي 4. فهم مشبوكين على RB4, RB5, RB6 و RB7. فالفكرة بقرأ الفاليو اللي هون وبس باخدها وبسوي لها output هون، بقرأ الفاليو اللي هون continuously، ولا في إشي بوقفه ولا في إشي بحكي له متى يقرأ ولا إشي يسوي. فكيف ممكن نكتب برنامج زي هيك؟ عادة بكل بساطة أنا رح أضطر إنه بالبرنامج تبعي في بداية البرنامج لازم أسوي الكونفيجريشن المطلوب، هدول البنز لازم يكونوا input، هدول البنز لازم يكونوا output، وبعدين أكتب الكود. يعني لازم أنا أسوي configuration على البورت أول ما أشغل السيستم، بعدين شو أسوي؟ read port A، بعدين أسوي output للفاليو اللي قرأتها على port B. لكن هون بدي أنتبه إنه أنا ما عم بقرأ 8 bits وبسوي output ل 8 bits، أنا عم بقرأ 4 bits وعم بسوي output ل برضه لأربعة بتس على بورت بي. أوكي، فهذه هي الفكرة بكل بساطة، وهاي العملية بدها تضلها تتكرر. فلاحظ الإندلس لوب continuously بقرأ
بيسوي اوتبوت، برد بيقرا بيسوي اوتبوت، بيقرا بيسوي اوتبوت، وهكذا طالما السيستم شغال وباورد اب. هاي العمليه هي العمليه اللي بتذكر. ففعليا اللي بحتاجه انا بحتاج اني اسوي كونفيجريشن لهدول السويتشز از لهدول البنز از انبوت، بحتاج اني اسوي هدول البنز اوتبوت لاني شابك عليهم لايت ايميتنج دايود. وهذا هو البرنامج، سوينا انكلود كالمعتاد، عرفت لوكيشن رقمه الادرس 20 تبعه اسمه تيمب، وهي المين بروجرام. المين بروجرام بالبدايه اللي هو الكونفيجريشن المعروف، لازم اروح على تريس اي، لازم اروح على تريس بي واحدد مين الانبوت بينز ومين الاوتبوت بينز من هذول البورتس. فلاحظ هون خزنت بالتريس اي 1111 يعني البينز من ار اي 0 ل ار اي 4 ل ار اي 3 ار انبوت، وبتريس بي خزنت عليه كله صفار، كله صفار معناها كل البينز في بورت بي ار اوتبوت. فهذا الكونفيجريشن بارت. طيب البارت اللي بعده اني اقرا من بورت اي، فراح اجي احكي موف اف بورت اي، رحت جبت من بورت اي، من جبت القيمه على بورت اي حطيتها في الوركينج ريجستر، بعدين المفروض الان اخذها واسوي لها اوتبوت. لكن بدي انتبه هون، لاحظ بورت اي حكينا ريجستر هو 5 بتس مزبوط، هذا البت رقم 0 وهذا البت رقم 1 2 3 4، وانا السويتشز مشبوكين على اللور 4 بينز من بورت اي، فالفاليو تبعتي هي موجوده هون في اللور 4 بتس من بورت اي ريجستر. فلما اقرا على الوركينج ريجستر انا فعليا راح اقرا الفاليو وكمان 4 اصفار، كمان 4 اصفار. هذول الفاليوز مشبوك عليهم شيء، واصلا بورت اي هذول البتس مش موجودين، فراح اقرا اصفار. هيك الداتا شيت تحكي لي البنز اللي مش معرفه لما تقرا تقرا اصفار. هلا الرابع هذا ممكن يكون دونت كير، بعرف شو مشبوك عليه ار اي 4، بعرف شو مشبوك عليه، انا اي دونت كير فعليا اي دونت كير. الان شو بدي اسوي؟ انا بدي اخذ هاي الفاليو واسوي لها اوتبوت على البنز ار بي 4 تو ار بي 7، يعني هذا بدي اكتبهم على البورت بي ريجستر. هذا البورت بي ريجستر اللي هو فيه 8 بتس، بدي اسوي اوتبوت على هدول البنز، يعني لازم اكتب الفاليو هاي على هدول البتس. هاي النقطة مهمة. فإذا شو لازم أسوي؟ لازم أسوي بروسيسنج للفاليو اللي قرأتها من بورت A، لازم أسوي بروسيسنج بحيث إنه تصير موجودة تتخزن بالأبر 4 بيتس من بورت B. وهاي العملية سويتها بكل بساطة، إني أخذت الفاليو اللي قرأتها سويت لها AND مع 0F. هلا AND مع 0F حتى فعليا أتأكد، حتى أتأكد هو حتى اعزل اسوي ماسكينج للفور بيتس هدول واخلي الابر فور بيتس اللي موجودين في الوركينج ريجستر صفار، هذه عمليه ماسكينج. فلما اسوي ماسكينج مع 0F هدول حيصيروا صفار، وهدول هاي الفاليو راح تضلها زي ما هي، لكن وين؟ في الوركينج ريجستر، لان انا عم بشتغل على الوركينج ريجستر. بعدين اخذت هاي الفاليو حطيتها في تيمب بالميموري لوكيشن، بعدين لاحظ انا بدي اجيب الابر لور فور بيتس هدول احطهم في الابر فور بيتس، فسويت سواب على الفاليو اللي خزنتها هون اللي هي هاي الفاليو وجبتها على الوركينج ريجستر، فصارت الفاليو موجوده هون الان في الوركينج ريجستر، صارت موجوده في الابر فور بيتس، وبكل بساطه الان بخزنها على بورت بي، بكل بساطه بخزنها على بورت بي. والان شو راح اسوي؟ جو تو ريبيت. فلاحظ this is the main loop of the program that's it، بضل يكرر هاي العمليات over and over، it will not stop لحتى يوصل حتى أطفي السيستم بكل بساطة. تمام؟ أوكي. هلا هون بيسألني سؤال فكر فيه أنت بعدين. لاحظ أنا لما سويت هاي العمليات فعليا أنا راح أغير من الفاليوز تبعت اللور 4 بيتس من بورت بي. ليش؟ لأني أنا سويت سواب، ولما سويت سواب وكتبت الفاليو على بورت بي فعليا راح ينكتب على بورت بي اللي هي الفور بت فاليو اللي انا قراتها، وراح ينحط هون عندي ايش؟ زيروز، لانه اصلا هم صاروا زيروز بعد ما سويت اند ال دبليو. فهم بحكي لي وات اف وي دونت وانت تو افكت ذا لوور فور بتس بينز اوف بورت بي، بدك تفكر فيها، بدك تعدل من الكود بحيث انك تحافظ على هدول الفاليوز تبعون بورت بي. هي فعليا اور اوبريشن، فكر فيها، بس هي نقطه مهمه لانه ممكن اللور 4 بيتس من بورت بي مشبوكين مع شيء ثاني، وما بصير اخلي الفاليو تطلع على هدول البنز تصير صفر لانه مشبوكين مع ديفايسز اخرى.
فإذا فكر فيها إنه قبل ما أكتب على port B بعد ما سويت swap بدل ما أسوي move WF port B بدي أضطر أسوي operation تحافظ على lower 4 bits من port B. فهي النقطة بدك تحاول إنك تحلها بالكود. أوكي وهذا end. ف very simple program و very يعني the first practical program يعني ممكن يكون عندك سيستم زي هيك بيقرأ من switches وبيسوي output على light emitting diode. أوكي الآن نفس هذا الإكزامبل بدنا نحاول نطوره الآن بإكزامبل 3.5 بدنا نحاول نطوره نحسنه أو نضيف عليه فيتشر إضافي modify the program and the circuit in the example such that the switches are read and displayed when an external interrupt occurs only. يعني نفس السيركت اللي كانت موجودة نفس السيركت اللي كانت موجودة اللي هي في عندي أربع switches على port A وفي عندي light emitting diode الآن على RB7 لغاية RB4 هون RA3 مثلا لغاية RA0 لأن أضيف عليها feature إنه هون على RB0 ليش RB0 لأنه عم بحكي لي في external interrupt تستخدم interrupt بدي أحط switch هون بحيث الآن عملية قراءة الفاليو هون وإخراجها على light emitting diode ما بتصير بشكل مستمر it occurs only لما أنا أكبس هذا السويتش بمعنى آخر يصير في عندي مثلا falling edge هو طالب هيك إنه يصير عندي falling edge يصير عندي falling edge على هذا البن لما يصير عندي falling edge هي هاي اللحظة اللي راح أروح فيها أقرأ الفاليو اللي موجودة هون وأسوي لها output لهون لاحظ هون أنا عم بسوي هاي العملية فقط لما أكبس الزر عم بحكي له روح أقرأ الفاليو وسوي لها output فأنا بدي أعدل هذا الكود في معنى آخر بدي أستخدم الإكسترنال إنتربت والآن حتى أعرف أنه صار هذا الإكسترنال إنتربت ممكن أسوي هاي العملية بطريقتين إما أفعل الإنتربت أو أفعل الإكسترنال إنتربت أو فعليا ممكن أستخدم البولينج أضل أسوي بولينج على الإكسترنال إنتربت فلاج اللي سويناه هون بهذا الإكزامبل أنه حليناه باستخدام طريقة الإنتربت أنه راح أفعل الإنتربت بحيث كل ما صار في عندي فولينج إتش كل ما صار عندي falling edge فعلياً راح أسوي العملية المطلوبة الرئيسية اللي هي أني أقرأ السويتشز وأسوي لهم output على اللينك ففعلياً أنا لو بدي أرسم flow chart سريع راح أسوي configuration والآن بدي أنتبه الconfiguration اللي بدي أسويه في بداية البرنامج تبعي بدي أسوي configuration لهدول pins as input هدول pins configured as output وهذا البن configured as input وأسوي enable للإكسترنال interrupt لاحظ كل هاي الشغلات وبدي أتأكد أن الإكسترنال interrupt is effective on the falling edge إله أثر على الفالينج edge فكل هذا بدي يصير بالconfiguration بعد هيك شو راح يصير راح يصير في عندي wait راح أضلني أستنى ما في شيء تاني يسوي system فراح أسوي wait for external interrupt مزبوط حسوي wait for external interrupt هلأ طالما ما في عندي external interrupt راح أرجع أضلني هون الآن لما يصير عندي external interrupt فعليا لازم أروح أنفذ الـ interrupt service routine طب شو بيسوي الـ interrupt service routine فعليا بده يقرأ read ويسوي output read the switches output the value اللي هو نفس الشغل اللي كان موجود هناك لكن الآن لاحظ راح يكون موجود داخل الـ interrupt service routine بعدين راح أرد أني أرجع بس أخلص وأضلني أستنى هذا يعني فلو تشارت سطحي جدا للوصف تبع السيستم راح افعل الانتربتس وراح اضلني استنى الانتربت ولما يصير في عندي انتربت اسوي العمليه المطلوبه فالان هون عندي الكونفيجريشن نفس اللي سويناه هناك بعدين كونكت سويتش سويتش تو ار بي 0 اند كونفيجر ات از انبوت هاي الشغله الاضافيه لانه صار في عندي سويتش زياده وطبعا التاكيد لازم احدد كيف بدي احكي مع هذا السويتش كيف بدي اعرف انه صار في فولينج ايدج زي ما حكينا يا بفعل الانتربت يا بضلني اسوي بولينج على الانتربت فلاج طبعا هون نفس الشيء الكونفيجريشن المعروفه الان نضاف لها هاي اللي هي بتسوي انتربت اون فولينج ايدج بتسوي كلير على هذا البت اللي هو بحدد متى بصير الانتربت على الاكسترنال انتربت فولينج ولا رايزنج بعدين بدنا نسوي تفعيل للانتربت فسوينا انيبل لوكالي انيبل جلوبالي بعدين راح ندخل في اندلس لوب طلع ويت جو تو ويت ما في شيء ثاني يسوي السيستم بس بده يضله يستنى فولينج ايدج طلع بكل بساطه بده يضل قاعد يستنى الان
متى بيطلع من هاي الاندلس لوب؟ هاي طبعا هي اندلس لوب لكنها يوسفول. ليش؟ لانها قاعده بتستنى اكسترنال انتربت. ف wait for an interrupt. الان لما يصير الانتربت بطلع من هاي اللوب وبروح على الانتربت سيرفيس روتين. الكود تبع الانتربت سيرفيس روتين هو نفس الكود الموجود في الاكزامبل السابق. هيو هو نفسه بقرا بورت A بيسوي له ماسكينج بالودي بيسوي له سواب وبيسوي له اوتبوت. طيب بعد هيك بسوي كلير للفلاج وبعدين برجع على المين على المكان اللي كنت انا فيه. فهذا مثال برضو مهم جدا يعني practical example عم بحط استخدام الانتربتس والبورتس بقالب عملي. فكثير مهم جدا انه ترجعوا تطلعوا عليهم هدول الاكزامبلز حتى انه يعني تصير الصوره شوي. هلا زي ما حكيت بهذا الشابتر عم ننتقل من بيور سوفتوير صرنا لا عم نشوف هاردوير. والمره الجاي بورجيكم اكزامبل عملي اكثر وبسوي بورجيكم سيميوليشن لهذا الاكزامبل حتى هيك احمسكم شوي ما يضل الموضوع جامد انه مجرد بروجرامز ورسمات خرابيش ويلا. لا راح اورجيكم اكزامبل فعلي على ارض الواقع. اوكي خلينا نكمل على الاكزامبل الثالث والاخير في هذا التشابتر وهو من الاكزامبلز برضه المهمه جدا. الان احنا بالتو اكزامبلز اللي راحوا درجنا بلشنا من سيستم بسيط جدا بيقرا من اربع سويتشز فاليو معينه وبعدين بيسوي اوتبوت للفاليو هاي على بورت بي. بعدين حكينا طورنا سيستم شوي حكينا ما بدنا هاي العمليه تتكرر بشكل متواصل الا اذا كبست على كبسه معينه مشبوكه على ار بي 0. فحكينا بدي احاول اكتشف انه هل فعليا صار في عندي فولينج ايدج على ار بي 0 ولا لا. فحكينا حتى اسوي العمليه المطلوبه اللي هي قراءه السويتشز وكتابتها واسوي واطلعها على اللايت ايميتنج ليت. فحكينا بقدر اسوي هاي العمليه اما عن طريق استخدام البولينج او عن طريق استخدام الانتربتس. احنا سويناها بالانتربتس. الان بدنا نطور شوي اكثر على السيستم المطلوب انه نكتب برنامج نعدل البرنامج اللي كتبناه to control a light emitting diode لكن هذا light emitting diode is flashing. لأن شو يعني flashing؟ إنه هذا light emitting diode بيضوي وبيطفي بيضوي وبيطفي وبيضل يكرر العملية هاي over and over. فهذه حالة light emitting diode لما يكون enabled اللي موجود في السيستم إنه بيضوي وبيطفي بتباعد معين. flashing يعني بيضوي لفترة زمنية معينة وبعدين بيطفي لفترة زمنية معينة وبتضلها العملية هاي تتكرر. فهو الآن حيحكي لي بدنا نتحكم بالفلاشينج تبع هذا اللايت إميتينج دايود اللي هو مشبوك على RB1. فأنا فعلياً لو بدي أرسم سيركت بسيطة عندي RB1 مشبوك عليه لايت إميتينج دايود لايت إميتينج دايود. هذا اللايت إميتينج دايود بيضوي وبطفي on off on off on off بتردد معين أو بفترات زمنية معينة بتباعد زمني معين. الآن كيف بدنا نتحكم بالفلاشينج تبعه وشو طبيعة التحكم؟ هو بيحكي لي بدنا نستخدم بوش بوتون يعني سويتش بكل بساطة. سويتش موجود هون مثلاً لو حكينا في هون بول أب في بول أب ريزيستر وهون في البول أب ريزيستر لازم تكون هون بول أب ريزيستر وهون في الجراوند. الآن بيحكي لي على آر بي زيرو بدي أصير أتحكم لما أسكر وأفتح هذا السويتش لما أكبس كبسة البوش بوتون أو أفتح أو أتركها يصير عندي شيء معين. شو اللي بده يصير؟ بحكي لي the LED starts flashing upon the arrival of the first rising edge on RB0. يعني أول ما السيستم يشتغل ال light emitting diode بيكون طافي مش شغال والسيستم ما بيكون قاعد بيسوي شيء بيكون فقط قاعد بيستنى إيش إنه يوصله أول rising edge يوصلوا أول rising edge على RB0. لأن أول ما يوصلوا أول rising edge بيدخل light emitting diode بحالة flashing بصير يسوي flashing on and off on and off on and off وبيضل على هاي الحالة لحتى ما أني أروح أنا أكبس push button مرة تانية بروح light emitting diode برجع بطفي بضل طافي لغاية ما أرجع مرة تانية أكبس push button يعني أشوف falling أو rising edge على RB0 برجع يضوي وهكذا. فالنقطة هون بحكي لي afterwards successive edges toggle the state of flashing. إذا كان شغال بيطفي وإذا كان طافي بيشتغل. شو يعني بيشتغل؟ قصدي بيساوي flashing. فإذا هذا البوش بوتون بيتحكم بمعنى آخر هل اللايت إميتينج دايود عم بيسوي flashing أو اللايت إميتينج دايود ما عم بيسوي flashing. طيب فكيف بتحكم بهذا الكلام؟ إني ببساطة أكبس البوش بوتون. اني اكبس البوش
بطل. فهذا الاكزامبل بياخذ افكار من الموجوده بالاكزامبلز اللي راحوا، تو اكزامبلز السابقات اربعه وخمسه، وبحاول يحطهم بقالب سيستم جديد. ف بحكي لهم شو معنى فلاشينج. When the LED is flashing, this implies that it is 0.5 second on and 0.5 second off. 0.5 second on, 0.5 second off. هو بحكي لي اسيوم انه الكلوك تبعت المايكرو كنترولر هي 4 ميجا هرتز. بحتاج هاي المعلومه لانه عم بتعامل مع الزمن، فلا حضطر اني زي ما راح نشوف راح اضطر اني اكتب ديلي سب روتين حتى اني اسوي جنريشن لل 0.5 سكند. طيب الان شو الفكره في هذا البرنامج؟ نفس الشيء، بدي احاول اسوي كونفيجريشن. اكيد هذا البن بده يكون اوتبوت، اكيد هذا البن بده يكون انبوت، عفوا يس، حتى الار بي 0 بده يكون انبوت حتى اقرا الرايزنج ايدجز. وبدي الاقي طريقه، بدي الاقي طريقه اتبع فيها هل المفروض الان اسوي فلاشينج ولا المفروض الان ما اسويش فلاشينج. تمام. فاذا بدي اتبع كم عدد الايدجز، او فعليا شو اللي لازم اسويه. اذا انا كنت الان بفلاشينج ستيت ووصلني رايزنج ايدج، معناها لازم اخير الستيت تبعت السيستم نو فلاشينج، اطفي الاي دي. اذا كان السيستم الحاله تبعته نو فلاشينج ووصلني رايزنج ايدج، لازم اشغل السيستم ويصير يسوي فلاشينج. فاذا بدي اتبع، بدي زي يكون عندي قدرة أتبع على حالة السيستم، هل أنا موجود في flashing state أو مش موجود في flashing state. وflashing state معناها أني أسوي output ل1، بعدين أسوي output ل0، أسوي output ل1، أسوي output ل0. وطبعاً بدي أضمن أنه في delay بين outputting 1 and outputting 0 حتى يصير في عندي يعني أشوف الon والoff أنا فعلياً. تمام؟ فإذا فعلياً أنا عندي حالتين للسيستم، عندي حالتين، عندي فلاش ونو فلاش. لو بدي ارسم شيء زي الستيت دايجرام، السيستم موجود في حالتين بعد ما اسوي له كونفيجريشن، بعد ما اسوي كونفيجريشن السيستم موجود في حالتين، اما بيسوي، اما يعني الديود ما بيسوي فلاشنج ثابت، يا اما ضاوي يا اما طافي بغض النظر ثابت، او الديود بيسوي فلاشنج، بيسوي اون فور 0.51 سكند وبيسوي off for 0.5 second وبيضل يكرر هاي العملية. الآن كيف التنقل، كيف التنقل بيصير بين هدول الستيتس؟ بكل بساطة بقدر أعبر عنه بترانزيشن زي هيك. باجي بحكي كل ما لما يوصلني rising edge والسيستم هو بنو flashing state، لازم ينتقل على flashing state. الآن إذا كان السيستم بflashing state ووصلني rising edge، لازم أغير الحالة تبعته لنو flashing state. لأن no flashing state معناها الديود ثابت، يعني لا ما بتغير القيمة تبعته، إما on إما off حسب شو آخر value سويت output عليه. flashing معناها سوي output ل1 على RB1، delay for 0.5 second، سوي output ل0 delay for 0.5 second. هيك معنى flashing، وضلك كرر هاي العملية. طيب الآن شغلتين مهمات هون، إنه كيف بقدر اتبع على الرايزنج ايدجز؟ الموضوع بسيط، اما بسوي بولينج على الاكسترنال انتربت فلاج، لانه هذا مشبوك على الاكسترنال انتربت، او بفعل الانتربتس، وهون احنا راح نفعل الانتربتس. هاي اول شغله. الشغله الثانيه، كيف بدي اتبع هل السيستم الان موجود بفلاشنج ستيت ولا نو فلاشنج ستيت حتى انفذ الكود المطلوب؟ يا بسوي الكود تبع النو فلاشنج او بسوي الكود تبع الفلاشنج. بدي اترجم هذا الكلام، هي زي كانها سيكوينشال سيركت او ستيت دايجرام اللي كنا نرسمه في السيكوينشال سيركتس، يعني لازم انا يكون عندي قدره اخزن الحاله تبعت السيستم. فانا عندي تو ستيتس، فبدي 1 بت عشان، بدي 1 بت عشان اخزن حاله السيستم. طب من وين اجيب هذا ال1 بت؟ راح اروح على اي ميموري لوكيشن موجود عندي في الداتا ميموري مثلا، واخذ 1 بت. انا راح اخذ الليست سيجنيفيكانت بت من سم ميموري لوكيشن، من سم ميموري لوكيشن، وهذا البت اخزن فيه 0 معناها نو فلاشينج، و1 معناها فلاشينج. بكل بساطه، فاذا انا حتى اقدر اعرف هل انا موجود في فلاشينج ستيت او بنون فلاشينج ستيت، بدي اخزن معلومه، هاي المعلومه، بحيث الان لما يجيني رايزنج ايدج، لما يصير في عندي انتربت، اذا انا كنت مخزن هون صفر، لازم اغيرها ل1، لانه انا صفر معناها انا موجود بنو فلاشينج، والان لازم اغيرها ل1. طيب واذا كانت 1، لما يوصل عندي رايزنج ايدج لازم اغيرها
لزيرو، يعني لازم أغير حالة السيستم. فإذا نلاحظ إذا عم بسوي عم بستخدم interrupts، معناها أنا بالinterrupt service routine راح تكون وظيفته لما يصير في عندي interrupt اللي هو rising edge إني أغير حالة السيستم، إني بس فقط هدف وظيفة الinterrupt service routine إنه يغير من حالة السيستم من flashing ل no flashing أو من no flashing ل flashing، من no flashing ل flashing. فصار عندنا تصور إنه الinterrupt service routine شو وظيفته، بس يغير هذا البت، إذا كان صفر يسوي واحد، إذا كان واحد يسوي صفر، حتى يسوي توجل يقلب حالة السيستم. طيب الفلاشينج وين بيصير؟ يعني والنو فلاشينج وين بيصير؟ بده يصير بالمين بروجرام. يعني راح تلاقي المين بروجرام راح يكون فيه مين لوب. المين لوب بتفحص أول إشي هذا البت، بتشوف شو هي حالة السيستم، هل هو موجود بنو فلاشينج وبالتالي لا تسويش إشي، ضلك استنى يتغير حالة السيستم عن طريق الانتربت سيرفيس روتين. أو إذا كان هذا البت واحد، لا لازم أروح أسوي فلاشينج، أسوي أوتبوت 1 ديلي، أوتبوت 0 ديلي، بعدين إيش أكرر هاي العملية إني أرجع أشوف هل تغيرت حالة السيستم ما تغيرت حالة السيستم، ضلك سوي العملية المطلوبة. فهي هذه النقاط مهمة جدا إنه نفهمها، إنه أنا لازم ألاقي طريقة أتبع فيها لحالة السيستم، لازم أعرف كيف أغير حالة السيستم، وحسب وصف السؤال أنا بدي أغير حالة السيستم على rising edge، وبما إني مفعل الانتربتس معناها الانتربت سيرفيس روتين الكود اللي موجود فيه هو الكود اللي بيغير من حالة السيستم. طب كيف مثلت حالة السيستم؟ مثلت حالة السيستم باستخدام one bit in some memory location، أنت اختار اللوكيشن اللي بدك إياه. وهذا البت سويت نوع من الانكودينج بحيث انه اذا نخزن فيه زيرو معناها نو فلاش، 1 معناها فلاش، بقدر اعكسهم زي ما بدك انت بتصمم السيستم بكل بساطه. فهذه فكره السؤال. خلينا نشوف الريكويرمنتس. زي ما حكينا ار بي 0 از كونفيجرد از انبوت، ار بي 1 از كونفيجرد از اوتبوت حسب الرسم اللي رسمناها. راح استخدم الانتربتس، فلازم افعل الاكسترنال انتربت ولازم افعل الجلوبال انتربت زي ما بنعرف. راح احتاج ل 0.5 سكند ديلي سب روتين حتى اني اقدر اسوي الفلاشينج. واكيد في شغله انه لازم اسوي تمثيل للستيت، ريبريزنت السيستم ستيت از 1 بت in some memory location زي ما حكينا قبل شوي. فخلينا نشوف الكود. الكود يعني مش كتير صعب. هلا اكيد رحت جبت كل التعريفات اللي موجوده لهي المايكرو كنترولر، حجزت بعض الميموري لوكيشنز. هلا هدول التو لوكيشنز هم عباره عن كاونترز راح استخدمهم حتى اسوي جينيريشن لل 0.5 سكند ديلي. هذا اللوكيشن هو اللوكيشن اللي راح اخزن استخدم منه الليست سيجنيفيكانت بت to store the state of flashing اللي هو رسمتها قبل شوي. انا راح اروح على هذا اللوكيشن واطلع على اللي سيجنيفيكانت بت واغير اللي سيجنيفيكانت بت واخزن في اللي سيجنيفيكانت بت واقرا من اللي سيجنيفيكانت بت حتى اتعامل مع الستيت تبعت السيستم. طبعا انا هون مستخدم انتربتس، فاكيد لازم احجز هذا اللوكيشن للانتربت سيرفيس روتين. وزي ما متعودين احنا انه دائما بنعيد توجيه، بنحط instruction go to ISR حتى فقط نرتب الكود بحيث انه الـ ISR بيجي بعد المين بروجرام. الان فهذا كله لسه ما بلشنا كتابة كود فعليا. الان بداية البرنامج هون clear if flash. شو بتسوي هاي clear if flash؟ فعليا بما معناه راح تسوي الريجستر كامل صفر، وبالتالي least significant bit صفر، وبالتالي معناها السيستم اول ما يشتغل least significant bit of this memory location is zero، وبالتالي معناها انه السيستم is in no flashing state، ما راح يسوي flashing اول ما يشتغل. بعدين switch to bank 1، واضح انه بدي اروح اسوي مجموعه من الconfigurations على الports. فسويت هذا البن من port b input اللي هو rb0 لانه على الاكسترنال interrupt، والrb1 is output هيو 0 خزنت في البت رقم 1. بعدين رحت على الاوبشن ريجستر على الانتربت ايدج وسويت سيت لهذا البت حتى انه اسوي انتربت على الرايزنج ايدج. لكن زي ما حكينا هاي الانستراكشن ممكن اشيلها انا لانه باي ديفولت هو اون ريسيت هذا البت قيمته 1. بعدين كالمعتاد سويت انيبل لللوكال والجلوبال انتربت. بعدين رجعنا لبانك 0، ما في ممكن ما يملهاش داعي هاي الانستراكشن بس برضه خليها. كلير اف بورت بي، سوينا كلير على بورت بي ببساطه، بمعنى آخر
كل البيتس صارت زيرو، يعني الليد اللي مشبوك على RB1 راح يكون اوف. فاول ما يشتغل السيستم لحد الان كله هذا كونفيجريشن، اول ما يشتغل السيستم لغايه هاي النقطه انا سويت كونفيجريشن وحكيت للسيستم انت موجود في نو فلاشينج ستيت، وبالتالي الليد بده يضله على حالته، وحالته مبدئيا هي طافي لانه سويت اوتبوت لزيرو على بورت بي، على بورت بي. اوكي طيب، لان بعد هيك شو بده يصير؟ بده يدخل السيستم بالاكتوال تاسك تبعته اللي هي يحدد اذا كان فلاشينج يسوي كذا، اذا كان نو فلاشينج ما يسويش شيء، خير يخلي الليد اللايت ايميتنج دايود على حاله. فاللوب الرئيسيه اللي موجوده في البرنامج كالتالي، عندنا ويت، هاي اللوب، عندي لوب موجود عندي، بسوي تيست، لاحظ بسوي تيست على البت رقم صفر من هذا الريجستر، وباجي بحكي له اذا كان هذا البت صفر، طالما هذا البت صفر معناها انا ما في، مش فيش داعي اسوي شيء، معناها انا موجود بنو فلاشينج ستيت، فراح اضلني باللوب الصغيره هاي، راح اضلني باللوب الصغيره هاي طالما هذا البت قيمته صفر، طالما معناها نو فلاش. مظبوط، هيك الانكودينج تبعتي انا، هذه الطريقه اللي مثلت فيها النو فلاشينج ستيت بكل بساطه. طيب الان لما يصير هذا البت واحد اللي هو البت رقم صفر بالفلاش، حسب التعريف تبعي انا هيك معرف السيستم، معناها السيستم لازم يبلش يسوي فلاشينج، يعني لازم يسوي سكيب لهي الانستركشن ويجي يسوي هون العمليات التاليه، يسوي اوتبوت للوجيك 1 على RB1، بعدين يسوي ديلي 0.5 سكند، بعدين اوتبوت زيرو، عم بكتب بشكل عام زي سودو انستركشن يعني كلام عام، زيرو ديلي 0.5 سكند، وبعدين ايش؟ يرجع لهون. مزبوط، يعني this is the big loop in the system، هذه اللوب الصغيره اللي بتستنى انه تتغير الستيت، وهي اللوب اللي هي الفلاشينج او هذا الكود هو اللي بيسوي الفلاشينج. ففعليا هذا اللي بده يصير، هذه هي المين لوب في البرنامج تبعي، بتشيك هل انا بفلاشينج ستيت او هل انا مش بفلاشينج ستيت، وبناء عليه بتتصرف. طب كيف تعرف انها بفلاشينج ستيت ولا لا؟ بناء على least significant bit من الميموري لوكيشن اللي انا مسميه فلاش. طبعا تقدر تكتبها بهذا الشكل، هذا الكلام هون شو معناه؟ اللي هي اني اروح اسوي BSF port B البت رقم واحد، بعدين call مثلا delay، بعدين BCF port B البت رقم واحد برضو call delay، هذا الكود اللي لازم اكتبه فعليا، بعدين go to wait، راح ارجع على البدايه واشوف هل تغيرت الحاله ولا ما تغيرت، وبناء عليه اني اتصرف. طبعا بما اني هون عم بحكي مع بورت بي، كان لازم ضروري اني احط هاي انستركشن، اي ام سوري، اي نيد تو كوركت ماي سيلف، لازم احط ارجع على 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 بانك زيرو لانه بورت بي موجود في بانك زيرو. فهذا فعليا الكود، لو بدي اترجم الكلام اللي كنت عم بحكي، سوي اوتبوت ل1 ديلي، سوي اوتبوت ل0 ديلي، وهكذا. الان الطريقه اللي كتبنا فيها الكود تبع الفلاشينج شوي مختلفه، بس من باب هيك نحرك مخنا شوي، اللي سويناه الان اذا بدي اسوي فلاشينج، رحت حطيت في الوركينج ريجستر هاي القيمه، بعدين سويت اكس اور دبليو اف بورت بي، وخزن النتيجة ببورت بي واحد، يعني خزن النتيجة ببورت بي، أو بدك تكتبها F بصير، call delay subroutine اسمه delay 0.5 second، أنا هيك نسميه 0.5 second wait. فلاحظ هون شو اللي عم بسوي، شو XOR ومش XOR، ببساطة عم بختصر عليه، أنا عم بحكي له حط لي في الworking register 0 0 0 0 0 1 0، بعدين سوي XOR، سوي XOR بين هاي القيمة وبين الـ value الموجودة في port B حاليا. الآن الـ value الموجودة في port B حاليا I don't care الـ value اللي موجودة هون، هذا الـ working register وهذا port B و XXX، أنا بتهمني هاي الـ value اللي هي الـ value اللي طالعة على الـ LED XX. فالآن شو سويت؟ XOR بيناتهم. الآن XOR شو معناها؟ لما اسوي XOR it is bitwise XOR، لما اسوي XOR لاي شيء مع الصفر بيضله زي ما هو، هون راح يضله زي ما هو، تذكر خصائص الXOR،
لو تسوي انت مثلا اي variable a xor مع 0 تساوي a ما بتتغير، بينما a xor مع 1 تطلع ايش؟ a bar. فهذا اللي هون رح يصير في عندي هون complement تبعه، رح يكون شو ما كان هون موجود رح يصير الكومبلمنت، فإذا كان 1 رح يصير 0 وإذا كان 0 رح يصير 1. فأنا هون زي كأني عم بغير قيمة الأوتبوت فاليو، عم بغير قيمة الأوتبوت فاليو، لكن مش بالطريقة اللي كتبتها قبل شوي على اليمين إنه أوتبوت 1 ديلي أوتبوت 0 ديلي، لا كتبت أنا باخذ الفاليو الموجود الآن على بورت بي بسوي لها كومبلمنت عن طريق XOR operation، عن طريق XOR operation وبعدين بسوي ديلي. فإذا هدول الانستركشنز هم فعليا ما عم بيسووا فلاشينج، هم بغير يعني ما عم بيسووا اوتبوت ل1 و0 بنفس الوقت، لا انا باخذ الفاليو الموجوده بس بعكسها وبسوي اوتبوت ديلي وبعدين برجع على بدايه اللوب. المره اللي بعدها بعكس الفاليو بسوي ديلي ل 0.5 سكند. فهي سكيل حلوه انه نفكر بهي الطريقه انه كيف عم بسوي كومبلمنت. وهون مهاره حلوه انه لاحظ انا هون بس عم بغير 1 بت، باقي البيتس من بورت بي ما عم تتغير، وهذا الكلام ممكن يكون مهم لأنه ممكن البنز الباقية من بورت بي مستخدمة لأشياء أخرى حتى أتحكم بديفايسز أخرى، فما بصير أغير القيمة تبعتها. فبقدر أكتبها بهذه الطريقة، يعني هاي طريقة نمطية حلوة إنه نفكر فيها ونعرفها بالشكل اللي إحنا شايفين. طبعا ممكن أكتب بأكثر من طريقة هذا الموضوع. فهذه الفكرة الرئيسية لساتنا في المين بروجرام. المين بروجرام قاعد بشيك شو حالة السيستم، وبناء على هذا السيستم إما بيضله هون وإما بيدخل بالفلاشينج وبرد برجع بشيك. فthis is the main loop in the program. طيب الآن مين اللي بيغير حالة السيستم؟ كيف السيستم تتغير حالته؟ يعني هذا البت اللي بيعبر عن حالة السيستم اللي موجود في اللوكيشن اللي اسمه فلاش كيف بتغير؟ حكينا هذه وظيفة الـ ISR، لأنه أنا بحكي له لما أكبس الكبسة بدي تغير حالة السيستم. فإذن البت هذا قيمته بدها تتغير بالإنتربت سيرفيس روتين. فهي الإنتربت سيرفيس روتين بسيط جدا. الإنتربت سيرفيس روتين أكيد فيه ريتيرن فروم إنتربت، أكيد فيه كلير على الفلاج، وفيه تو إنستركشنز رئيسيات. شو بتسوي هدول التو إنستركشنز؟ نفس اللي سويناه قبل شوي، بتسوي كومبلمنت للليست سيجنيفيكانت بت من هذا اللوكيشن، بس بتسوي له كومبلمنت. اذا كان صفر بتسويه واحد، اذا كان واحد تسوي صفر، لانه انا زي ما حكينا هذا اللي عم بسوي. اذا كنت بفلاشينج ستيت وصلني رايزنج ايدج كومبلمنت، يعني سوي نو فلاش، والعكس صحيح، نو فلاشينج ورايزنج ايدج روح على فلاشينج، يعني سوي كومبلمنت للفاليو. والطريقه اللي سويت فيها كومبلمنت هي نفس الطريقه اللي سويت فيها الفلاشينج، اني حطيت لاحظ 0000001 بعدين سويت بالوركينج ريجستر، بعدين سويت اكس اور بينه وبين اللوكيشن اللي اسمه فلاش. فإذا كان هذا الوركينج ريجستر وهذا الفلاش لوكيشن، بغض النظر شو موجود هون، هذا البت اللي بيهمني لما أسوي XOR هذا البت رح يصير كومبلمنت، وهدول البتس ما رح يتغيروا. وبرضو هذا الحكي ممكن يكون مهم، لأن ممكن باقي البتس هون بتعبر عن شيء معين، بتخزن ستيت أخرى في السيستم، فممكن أنا الستيت تبعت السيستم تبعي تكون كاملة مخزنة ب one register، بحيث كل بت أو كل مجموعة من بت تعبر عن حالة، عن مفهوم معين لحالة السيستم. طبعاً بعد هيك بيجي عندي هذا السبروتين. أنت جرب كإكسرسايز، جرب كإكسرسايز إنك تسوي له analysis وتشوف إنه تقريباً بيطلع الديلي على 0.500207 seconds تقريبا. هذا السبروتين من اللحظه اللي بتناديه فيها للحظه اللي بترجع فيها على المين بروجرام باخذ له حوالي 0.5 سكند، assuming انه الكلوك ريت هي 4 ميجا هرتز. الكلوك ريت هي 4 ميجا هرتز. فحاول انك تسوي له اناليسز من باب الاكسرسايز. اوكي هلا فذيس از فيري امبورتنت اكزامبل، بيعلمنا مفاهيم كثيره، كيف نتعامل مع الانتربت، كيف نعرف ستيت للسيستم، وكيف نتبع على الستيت. وهذا الحكي يعني از فيري فيري كومن لما تبني امبيدد سيستمز. عاده الامبيدد سيستم بيكون فيه له اكثر من حاله، يا بيشتغل في هاي الحاله، يا بيشتغل في هاي الحاله، يا بيشتغل في هاي الحاله، اند سو اون. مثلا المكيف، انت مثلا على الريموت كنترول بتحكي له المود، والله المود بدي اياه والله هيت، المود بدي اياه كول، المود اللي بدي اياه دراي. طب كيف بتخزن هاي المعلومات؟ كيف السيستم بيتصرف بناء على نفس المبدا؟ بتلاقي في عنده ريجستر ومخزن فيه 000 معناها كول، 001 معناها هيت، 00010 معناها دراي.
وجوه المين لوب بشيك اذا كان والله السيستم بده يشتغل بدراي معناها الفاليو لازم تكون كذا سوي نفذ هذول الانستركشنز، بده يشتغل بكول مود معناها الفاليو بالريجستر اللي بخزن الستيت اللي انا ما اعرفه والله لازم تكون أربعة وبالتالي لازم انفذ هذول الانستركشنز وهكذا. ف this is very important example انك تفهمه وتستوعب. هلا انا هون اذا برجع باك الطريقة اللي صرت أتبع فيها هل في عندي falling أو rising edge ولا لا على RB0 عشان أغير من الحالة تبعت السيستم هي إني فعلت الانتربتس. هاي فعلت الانتربتس هون. أنا بدي إياك كإكسرسايز إلك إنك تستغني عن الانتربتس، ما تفعل الانتربتس، بدناش نفعل الانتربتس، لكن بدي تضل السيستم يشتغل بنفس الطريقة. بمعنى آخر كيف ممكن تسوي هذا الكلام؟ بدي تعدل الكود إلك كإكسرسايز، it's very important إنك تسويه، تعدل الكود بحيث السيستم يشتغل بدون انتربتس، يشتغل باستخدام البولينج، يستخدم البولينج حتى يعرف إنه في rising edge ولا لا. اوكي فانت فعليا راح تكبر هاي اللوب، راح تستغني عن الانتربت سيرفيس روتين اللي موجود على على السلايد اللي بعد هذا، وراح تحط سموير في اللوب تبعتك كود يشيك هل صار في عندي رايزنج ايدج ولا لا. بكل بساطه كيف بدك تشيك؟ بالتست على الانتربت فلاج تبع الاكسترنال انتربت. فات از فيري امبورتنت انك اكسرسايز لك انك modify the code such that it uses pulling instead of interrupts. طيب حتى نشوف الموضوع على أرض الواقع نسبياً، في عنا إحنا برنامج اسمه Protoss، هذا عبارة عن برنامج بسموه Circuit Simulator، يعني أنت بتقدر ترسم السيركت تبعتك اللي بدك تمثل السيستم تبعك، تكتب الكود تبعك على برنامج آخر اسمه MP Lab، راح تاخدهم هدول البرنامجين في اللاب تبع المادة، تنزل البرنامج تبعك على هاي المايكرو كنترولر هاي اللي قدامنا شايفينها قدامنا وتشغل السيستم، تسوي انيميشن للسيستم. فأنا هون سويت الإشي اللي مطلوب في السيستم بالإكزامبل اللي حكيناه قبل شوي. هاي شبكت هون على اليمين push button عن طريق pull up resistor وهي مشبوك على الجراوند على RB0 هاي البن RB0 طبعا this is a PIC1684 microcontroller وشبكت على RB1 light emitting diode هيو light emitting diode وهذا هو السيستم بكل بساطة. طبعا هون أنا شابك برضه هذا الباور سبلاي، هذا المثلث معناه باور سبلاي مشبوك على الماستر كلير، يعني الماستر كلير داخل عليها لوجيك هاي وبالتالي زي كأنها مش موجودة الماستر كلير، فقدرش أسوي ريسيت على المايكروكنترولر باستخدام هذا البن. الآن بكل بساطة أنا سويت لو أسوي دبل كليك على المايكرو كنترولر بقدر هون أحدد الكود تبعي من وين بيجي، واللي مهتم بقدر يرجع زي ما حكيت في بداية الكورس على موقع على موقع اللاب اللي هو على موقع موجود. في عندك أول 2-3 experiments لو تسويهم وتقرأهم الآن تقدر إنك تقرأهم وتتعلم على البرامج اللي عم نحكي عنها، راح تشوف راح تقدر يعني كتير تسوي تطبيقات وتستوعب كتير من المفاهيم. فأنا هون حددت مصدر الكود وين الكود تبعي موجود وحطيت الفريكونسي اللي شغالة عليه المايكرو كنترولر اللي هو حسب الإكزامبل 4 ميجا هرتز. الآن بقدر أسوي ران مني أكبس على هاي الكبسة اللي هون، فالآن السيستم اشتغل. لاحظ في إشي ضوى وما ضوى، هدول النقاط الأحمر والأزرق هم يعني البرنامج بيعطيك اياهم حتى يحكي لك انه الاوتبوت اللي طالع هون هو هاي فولتج او لو فولتج، بس انت فعليا على ارض الواقع لما يكون هذا السيستم قدامك ما بتشوف هذا الحكي، انت بتشوفه عن طريق لايت ايميتنج دايود. المهم الان اول ما اشتغل السيستم لاحظ اللايت ايميتنج دايود از تيرند اوف، ما في شيء عم بيصير. الان مجرد ما اسوي ولاحظ هذا انيميشن يعني زي كاني عم بستخدم السيستم على ارض الواقع، محاكاه لارض الواقع. لو أسوي بريس على هذا البطن لاحظ هيني سويت بريس وسويت ريليس بلش اللايت إميتينج دايود يسوي فلاشينج وتقريبا عم بيسوي فلاشينج كل 0.5 سكند. لاحظ كيف راح يضل يسوي فلاشينج طالما أنا ما دخلت ما سويت أي إشي على السيستم. الآن بمجرد ما أسوي أضغط على البريس على البوش بطن مرة تانية وأسوي ريليس لاحظ اللايت إميتينج دايود وقف بطل يشتغل. أسوي بريس مرة تانية وأسوي ريليس لاحظ وين أنا عم بكبس على البوش بوتن رجع يسوي فلاشينج. أسوي بريس ريليس
وقف اللايت ايميتنج دايود. هلا بغض النظر هو وقف ضاوي ولا وقف مطفي، ما حدد لي اللي كتب اللي طلب البرنامج، حكى لي بس هو ما عم بيسوي فلاشك. فممكن انت هذا اكسرسايز اضافي لك انك تعدل الكود بحيث لما يكون اللايت ايميتنج دايود بنو فلاشنج ستيت يكون تيرند اوف، بكل بساطه يكون تيرند اوف. اذا كان اللايت ايميتنج دايود السيستم ان نو فلاشنج ستيت، اللايت ايميتنج دايود بيكون تيرند اوف. لان هذا الاكزامبل ككود وسيركت موجودين على الموقع من ضمن الريسورسز سكشن، في مليان اكزامبلز. هدول الاكزامبلز فيهم عاده بحط فيهم الام بي لاب فايلز، اللي هي الفايلات اللي بتستخدمها مع برنامج الام بي لاب حتى تكتب الكود وتحوله لماشين لانجويج، اللي هو بنسميه الهكس فايل. وبرضه فيه السيركت فايل تبع البروتوس، فانت بتقدر تنزل هدول السيركتس والملفات وتجربهم. وانا خلال الفصل هذا اول اكزامبل بنشوفه، راح اصير اشغل البروتوس وأورجيك السيستم كيف بيشتغل حتى انك تستوعب علي وتفهم الفكره بشكل افضل ان شاء الله. اوكي، فبالخلاصه اللي بدي احكي انه من الان وصاعدا راح نصير نشوف كثير اكزامبلز لها علاقه بالتخاطب مع اشياء موجوده خارج المايكرو كنترولر. ابسطها هي السويتشز واللايت ايميتنج دايودز والسيفن سيجمنت ديسبلايز. في اشياء اكثر تعقيدا من سنسورز، من موتورز، من 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 ممكن اي سيز ثانيه احكي معها، مش بالضروره بس يعني passive devices. خلينا نحكي ممكن تكون active devices، يعني ممكن هاي المايكرو كنترولر تحكي مع مايكرو كنترولر تانية، تحكي مع CPU، تحكي مع كمبيوتر، تحكي مع another component integrated circuit موجودة داخل السيستم تبعك. اللي بدي أحكي هون إنه هدول الexamples اللي عم نشرحهم دائما حاول إنك تفهمهم منيح وتحاول تتساءل، طب لو بدي أسوي هيك، لو بدي أعدل السيستم بحيث يشتغل هيك، لو مثلا بدي أسوي هيك، وتحاول انك تعدل من الكود الموجود قدامك. من هون بيجي الاكسرسايز، يعني انك مش بس بدك تحفظ الكود، الكود بيتغير، حتى لو نفس البرنامج ممكن اكتبه بطريقه مختلفه. فدائما حاول تفكر انت يعني بشكل خلاق انه لو بدي اسوي هيك، طب ليش ما اسويها هيك؟ هل بيزبط اسويها هيك؟ وانا جاهز اني اجاوب اي اسئله ممكن تظهر عندك. فانا اوريدي اعطيتك اكسرسايز انك تسوي البرنامج بطريقه البوليك. تمام، خلينا نروح على الجزء التالي من هذا الشابتر. والجزء التالي ببساطة بيحكي عن يعني طريقة تمثيل وطريقة بناء الـ parallel ports، سواء كانوا output ports، input ports أو bi-directional ports. والports الموجودين عندنا في البيك حاليا هم bi-directional، بيشتغلوا input أو بيشتغلوا output. فهون بحكي لي الرياليزيشن، شو الرياليزيشن؟ يعني كيف فعليا تمثيلهم هدول البورتس. ففرضا لو جينا حكينا طلعنا هون في عندنا 2 بت بورت، هيو هذا 2 بت بورت، يعني فيه 2 بتس فرضا للتبسيط. وهذا البورت، هدول البنز انا بقدر اسوي اوتبوت عليهم، فهذا الاوتبوت بورت. ففعليا عاده السي بي يو، هاي السي بي يو بتكون مشبوكه على الداتا بس حتى تقدر تسوي اوتبوت لفاليو معينه على هذا البورت، بتبعت على الداتا بس فاليو معينه اللي المفروض تظهر على البنز. الان هاي الفاليو المفروض تروح مباشره على البنز. الان ليش حطيت هون فليب فلوبس؟ يعني المفروض تروح مباشره على البنز، طب ليش احط فليب فلوبس؟ لاحظ انا حاطط دي فليب فلوبس. الفكره هون بسيطه، انه هذا الداتا بس، الداتا بس، هذا الداتا بس، هذول السلاك هم الداتا بس، مش ديديكيتد لهذا البورت، يعني مش مخصص فقط لهذا البورت. هذا الداتا بس يعني بتحرك عليه كل المعلومات اللي بتتنقل بين السي بي يو والكومبوننتس المختلفه الموجوده داخل المايكرو كنترولر، اللي سواء مع الميموري، مع تايمر زيرو، مع البورت اند سو اون. فالان هذا اللاتش وظيفته، او هذا الفليب فلوب وظيفته، انه لما السي بي يو تحكي انه انا بدي اكتب او بدي اسوي اوتبوت على هذا البورت، راح تبعت الفاليو هون. لكن هاي الفاليو ما بدها يشوفها الا البورت اللي عم تحكي معاه. فعشان هيك هي عاده بتسوي بورت سيلكشن. كيف يعني بتسوي بورت سيلكشن؟ فعليا احنا اللي هي العمليه اللي كنا عم نسويها، انه بتحكي انا بدي احكي مع بورت A، فبتبعت الادرس تبع بورت A. فالان هذا البورت سيلكشن هو اللي بيحدد انه الفاليو اللي ماشي على هدول الوايرز انها تروح على هدول، على هذا البن. طيب كيف بيتم هذا الكلام؟ بيتم هذا الكلام عن طريق اني اخذ البورت سيلكشن سيجنال مع
طبيعة الأوبريشن اللي بدي أسويها اللي هي فعلياً رايت أوبريشن، فبتلاقي السي بي يو برضو في عندها ريد رايت سيجنال، فأنا بدي أسوي رايت أوبريشن اللي هي أكتيف لو راح تسوي أوتبوت لزيرو هون، كومبلمنت بصير 1، وبورت سيلكشن بما إني مختار هذا البورت معناها أنا هاي السيجنال راح تكون 1، 1 مع 1 راح يصير في عندي رايزنج إيدج هون، وبالتالي الفاليو اللي ماشي على الداتا بس راح تروح وتتخزن هون لما أنا أحكي بدي أسوي أوتبوت على هذا البورت، لما بدي أسوي أوتبوت على هذا البورت. الآن ليه خزنتها وليه سويت بهذه الطريقة زي ما حكينا؟ الداتا بس مشترك، فأنا بدي أحدد لمين الداتا بدها تروح عن طريق تحديد البورت وتحديد الأوبريشن. طيب الآن بعد ما خلصت أوتبوت بدي الفاليو تظلها موجودة على البنز، يعني أنا لما أسوي أوتبوت ل 1 0 بعد ما أخلص تنفيذ الانستركشن اللي بتكتب على هذا البورت بدي الفاليو تظلها موجودة، بدي الفاليو تظلها موجودة. طيب كيف بدي أحافظ عليها؟ بدي أخزنها، فذاتس واي أنا برضو حطيت الدي فليب فلوبس، حطيت حتى أظل محافظ على الفاليو اللي أنا سويت لها أوتبوت. طبعا أنا في تفاصيل كثيرة لها علاقة بالكمبيوتر أورجانيزيشن بس أنا ما بدي أدخل بالتفاصيل هاي. الفكرة الرئيسية إنه هذا الأوتبوت بورت، البنز اللي تمثل الأوتبوت بورت عادة كل واحد فيهم بيكون مشبوك مع دي فليب فلوب. هذا الدي فليب فلوب بتتغير الفاليو، تتغير الفاليو اللي مخزنة فيه في حالة واحدة فقط عندما يتحقق two conditions اللي هو إنه CPU عم تحكي مع هذا البورت، فالبورت select هي signal اللي بتيجي من CPU لما هي تكون قاعدة بتحكي مع هذا البورت، لما أجي أحكي له اكتب لي على بورت A فهاي signal اللي هي خاصة في بورت A بتكون قيمتها 1، وهاي signal إني أنا عم بسوي write على بورت A بتكون قيمتها 0 حتى يصير في عندي rising edge وأكتب هون. لأن once إنه خلص تنفيذ الاستركشن أنا خزنت value هون راح تضلها ظاهرة على الأوتبوت pins، على البنز بغض النظر ايش قاعد بصير على الداتا بس. الداتا بس زي ما حكينا قاعد بنقل شغلات، قاعد بنقل شغلات مش بالضرورة بس لهذا البورت، لأنه البورت هو واحد من الأشياء اللي مشبوكة على الداتا بس. الآن هدول الريجستر، هدول الفليب فلوبس فعليا اوريدي شفناهم لما حكينا عن بورت A وبورت B. احنا حكينا مثلا بورت A هو عبارة عن 5 بت مظبوط، فراح تلاقي فيه 5 فليب فلوبس، هدول الخمسة فليب فلوب هم بشكله الداتا ريجستر تبع البورت. فعليا انا بخزن الداتا تبعت الريجستر تبعت البورت في هذا الريجستر، فالفليب فلوبس المشبوكه مع هدول البينز هي فعليا بمجموعها هي اللي تعبر او هي اللي تمثل الداتا ريجستر تبع البورت سواء كان بورت A او بورت B. فهذه الفكره بشكل سريع، هذا طريقه الرياليزيشن تبع الاوتبوت بارالل بورت. كيف شكل الاوتبوت بارالل بورت؟ ببساطه كل بين من البينز بيكون مشبوك مع الفليب فلوب، هذا الفليب فلوب وظيفته يخزن الفاليو تو بي سنت اوت. طيب متى بتتغير الفاليو المخزنه بهذا الفليب فلوب؟ لما يتحقق شرطين رئيسيات، انه السي بي يو عم بتسوي رايت على هذا البورت، يعني مسوي سيلكشن لهذا البورت عن طريق تحديد الادرس تبعه موف دبليو اف بورت بي، فانا بتكون البورت سيلكت سيجنال لبورت بي اكتف بتكون قيمتها 1، وانه السي بي يو قاعد بتكتب على هذا البورت يعني بتسوي هون الفاليو 0 رايت بار، يعني لما تكون القيمه 0 هو بيسوي 0 فبصير انيبل للبورت. اوكي هاي نقطه مهمه جدا. فلاحظ طالما السي بي يو ما عم تحكي مع هذا البورت، هاي الفاليو اللي داخله على الانيبل او الكلوك تبعت الفليب فلوب بتكون صفر، فبالتالي شو ما عم بيصير على الداتا بس will not affect الفاليو اللي انا شايفها هون، لانه هذا الكلام منطقي، والله عم بنقل داتا بين السي بي يو وبين الميموري، هل مش منطق ولا يفترض انه الفاليو اللي طالع على البينز تتغير، لانه انا ما عم بحكي مع البورت، عم بحكي مع الميموري او السي بي يو عم تحكي مع الميموري. فهذا كيف شكل الاوتبوت بورت لو انا كنت عم بحكي فقط عن اوتبوت بورت. الان لما اكون عم بحكي عن انبوت بورت ما تغير شيء، عاده عندي هدول البنز هم الانبوت بنز، البنز اللي باخذ منهم الفاليو بدخلها على على السيستم او على المايكرو كنترولر. الان هاي الفاليو حتى السي بي يو تقدر تشوفها اكيد بدها تكون هدول البنز مشبوكين على الداتا بس، مشبوكين على الداتا بس. طيب الان نفس الفكره، السي بي يو لما بدها تقرا من هدول البنز فاليو معينه لازم يكون عندها قدره تاخذ هذا البن وتشبكه هون، تاخذ هذا البن وتشبك معه،
انها تقرا من البن مباشره. طيب متى بدها تقرا من البن مباشره؟ ببساطه لما يتحقق شرطين، لما اكون مسوي بورت سيلكشن، يعني فعليا انا مسوي اوتبوت للادرس تبع هذا البورت، فزي كاني عم بحكي انا بدي اسوي سيلكشن لهذا البورت، واكون عم بسوي ريد، واكون عم بسوي ريد، فراح تكون هون الفاليو 1 وهون الفاليو 1، فراح اسوي انيبل لمين؟ لهذا الشيء. هذا الشيء ايش هو؟ هذا هو عباره عن تراي ستيت بفر. هذا تراي ستيت بفر، شو يعني تراي ستيت بفر؟ لما يكون عندي على الانيبل، تتذكروا هذا الانيبل صح، هذا الانيبل، لما تكون الفاليو اللي داخله هون 1 فعليا هذا البفر وزي كانه سلك بيشبك لي هذول الاثنين مع بعض. لما تكون الفاليو صفر بيكون هون ديسكونكتد لما يكون تراي ستيت بفر ديسيبل. وهذا الكلام فعليا اللي بدي اياه، لما انا احكي مع هذا البن او مع هذا البورت اللي هو انبوت بورت، فعليا بدي اشبك هذول البنز مع الداتا بس. طيب لما اكون ما عم بحكي معه، ما بدي اقرا منه، بدي افصله، فكيف اعبر عن هاي العمليه؟ عن طريق التراي ستيت بفر. هاي النقطة مهمة جدا. ليش؟ لأنه هذا الداتا بس مش والله خاص فقط بهذا البن أو بهذا البورت، هو مشترك. فالآن السي بي يو ممكن تكون عم تحكي مع حدا تاني، فطالما السي بي يو ما عم تحكي مع هذا البورت، المفروض هذا البورت يكون disconnected عن الداتا بس، لازم يكون مفصول عن الداتا بس. فطريقه تمثيل هذا الكلام بالتراي ستيت بفر. طب متى بصير انيبل للتراي ستيت بفر؟ زي ما حكينا قبل شوي، اذا السي بي يو سوت سيلكشن لهذا البورت عن طريق انك انت بتكتب والله موف اف والله بورت بي على الوركينج ريجستر، فانت هون حددت الادرس تبع بورت بي، فمباشره البورت سيلكشن سيجنال اللي بتطلعها السي بي يو لهذا البورت، بتصير 1، وانا عم بسوي ريد، فبالتالي راح تكون هون 1، راح يصير في عندي هون 1 انيبل، راح يشبك البن على الداتا بس، وبالتالي راح اقدر اني اقرا الفاليو. فبكل بساطه هذا شكل الانبوت بورت، وقبل شوي شفنا الاوتبوت بورت. كهاردوير رياليزيشن على فيري هاي ليفل، احنا بنحكي عن فيري هاي ليفل. هلا في تفاصيل بس انا ما بدي ادخل فيها، ما في مجال ان ندخل فيها الان. لو كان البورت باي دايركشنال، البورت لو كان باي دايركشنال، يعني ممكن انا كبروجرامر زي ما شفنا اني اتحكم فيه انه يكون انبوت بورت او يكون اوتبوت بورت، وعلى مستوى البن، على مستوى البن الواحد بكل بساطه راح اجيب التو سيركتس اللي شفناهم قبل شوي واحطهم مع بعض، لكن لازم اضيف عليهم هاردوير يمكنني اني اسوي من عمليه الكونفيجريشن، يعني الهاردوير اللي بيمثل فعليا الدايركشن ريجستر اللي هو عن طريقه بحدد هل البورت انبوت او هل البورت اوتبوت. فالرسمه اللي قدامنا، فعليا هي اللي بتمثل الباي دايركشنال بارلل بورت، وهون انا عم بحكي عن واحد من البنز، ما عم بحكي عنهم كلهم بس للتبسيط، لكن باقي البنز لهم نفس الشكل، طيب خلينا نمشي من الشمال. لاحظ هاي، هذا هو الداتا بس، يعني هذا البت اللي مشبوك على هذا البن من الداتا بس. فالان لو اطلع على الاوتبوت بورت راح الاقي انه الكومبوننتس موجوده اوريدي، او خلينا ابلش من الانبوت بورت. هاي الانبوت، لاحظ هاي الانبوت داخل على تراي ستيت بفر ورايح على الداتا بس. طيب والانيبل تبع التراي ستيت بفر زي ما شفنا، ايوه بورت سيلكت سيجنال جاي من السي بي يو، واني عم بسوي ريد. فالان لما يكون عم بسوي ريد، يعني هون واحد وبورت سيلكشن واحد، لاحظ شو راح يكون داخل على التراي ستيت بفر، راح يكون داخل واحد، فبالتالي انا زي كاني شبكت الانبوت البن على الداتا بس، وهذا هو الانبوت بورت، هي نفس السيركت الموجوده هناك. طيب الاوتبوت بورت، اذا بتتذكروا كان اني انا الداتا بس مشبوك على فليب فلوب، والكيو تبعت الفليب فلوب بدها تطلع على البن، متى؟ لما يكون عندي كونديشن معين اللي هو انا مسوي بورت سيلكشن وعم بسوي رايت فهي نفس الرسمه، تبعت البارلل بورت. فلما اسوي هاي العمليه راح يصير عندي ترانزيشن هون من لو لهاي، راح اخذ الفاليو اللي موجوده هون واسوي لها اخزنها في الفليب فلوب وراح تطلع على البن. طيب شو اللي انضاف؟ اللي انضاف هو فعليا انه انا هذا البورت اما بيكون شغال انبوت وهي الباث تبع الانبوت، او بيكون شغال اوتبوت وهي الباث تبع الاوتبوت.
طيب كيف اتحكم مين من هدول الباثس از انيبلد؟ كيف اتحكم مين من هدول الباثس از انيبلد؟ كيف سويناها في البيك؟ كنا نروح على سبيشال ريجستر واللي اسمه التريس ريجستر ونحط فيه اما صفر واما واحد، تمام؟ طبعا بما انه ريجستر معناها فليب فلوب، اكيد هذا البت كل بت من هدول البتس الموجودين في الريجستر هو عباره عن فليب فلوب، بخزن فيه الفاليو. هاي الفاليو هي اما بتسوي انيبل لهذا المسار او بتسوي انيبل لهذا المسار بكل بساطه. وهذا اللي واضح عندي هون بكل بالشكل هذا. لاحظ هون في عندي تراي ستيت بفر، برضه تراي ستيت بفر يا بستخدمه عشان اشبك او افصل. وهذا التراي ستيت بفر جاي من فليب فلوب، هذا الفليب فلوب اللي هو الدايركشن، بخزن الدايركشن سيت اب، هل بدي اياه اوتبوت او انبوت. فالان لاحظ لو كانت الفاليو اللي مخزنه هون زيرو، زيرو معناها وهون عندي كومبلمنت، خليني اشيل اللي مكتوب بس عشان نشوف، في عندي انفرتر، فلو خزنت هون زيرو معناها هذا التراي ستيت بفر راح يصير انيبل، يعني راح اقدر اخذ الفاليو اللي من هون وادخلها هون، ما في مشكله، مظبوط؟ راح اصير اطلعها على البن. طيب لو كانت الفاليو اللي هون 1 هذا راح يصير ديسابلد التراي ستيت بفر، وبالتالي الفاليو اللي مخزنه في التراي ستيت في الفليب فلوب will not appear on the pin. طب مين بيضل الباث الموجود اللي هو الانبوت باث؟ فزي كاني شغلت البورت او البن كانبوت، شغلت البورت او البن كانبوت. واضح الفكره؟ طيب هذا وين بتخزن؟ بتخزن بسبيشال بت، وهذا البت هيو برضه شابك او الفليب فلوب شابك على الداتا باس، وفي له دايركشن سيلكت. يعني انا لما اجي اكتب على التريس ريجستر انا بحدد ادرس للتريس ريجستر، فبالتالي بناء على هذا الادرس بصير سيلكشن لهذا الفليب فلوب، بتصير هاي السيجنال تساوي واحد من السي بي يو، وبسوي رايت او ريد، بقدر اسوي ريد او رايت عليها حتى اغير من السيت اب تبعه. هلا ممكن واحد يسال، طيب انت دكتور حكيت لما حطينا هون صفر معناها انا بدي اسوي البورت اوتبوت، معناها لازم اشبك هاد مع البن. طيب مش المفروض اني افصل الانبوت باث، يعني المفروض اني اسوي ديسكونكشن لهذا الباث؟ هو هيك المنطق، لانه البورت يا بيشتغل انبوت يا بيشتغل اوتبوت. لكن ليش الفكره؟ شو الفكره؟ انه لما سوينا انيبل لو سوينا ست كونفيجريشن للبن انه يشتغل كاوتبوت، لما سوينا كونفيجريشن للبن انه يشتغل كاوتبوت ما فصلنا الانبوت باث بكل بساطه، لانه راح نشوف بكثير من الاكزامبلز انك انت لما يكون البورت كونفيجرد از اوتبوت، يعني انت عم تسوي اوتبوت فاليو هون، sometimes انت تحتاج انك تعرف الان شو الفاليو اللي موجوده الان في البورت، شو الفاليو اللي عم تسوي لها اوتبوت. يعني السي بي يو بدها تروح على البورت وتقرا الفاليو اللي مسوي لها اوتبوت انت الان. طب كيف بدها تسوي هاي العمليه سي بي يو؟ يعني هاي السي بي يو هون كيف بدها تقرا الفاليو اللي موجوده هون؟ اذا انا فصلت هذا الباث ما راح تقدر تقراها. فعشان هيك لما يكون البورت كونفيجرد از اوتبوت الانبوت باث از نوت كونفيجرد از نوت ديسابلد عفوا. طيب على الرغم من انه البورت از كونفيجرد از اوتبوت، هذا الكلام لا يعني اني انا بقدر اشبك سويتش هون، ما راح استفيد. لكن شو الفكره هون؟ اني انا الهدف اني اقدر اخذ الفاليو المخزنه واقراها على السي بي يو، وهذا اللي سويناه قبل شوي بالاكزامبل لما حكينا اكس اور دبليو اف وركينج ريجستر مع بورت بي على الورك على بورت بي. شو معناها؟ اقرا لي بورت بي وسوي له اكس اور مع الوركينج ريجستر وارجع اخزنه على بورت بي، هو اوتبوت اصلا. فاذا كان هذا الباث disabled لما يكون البورت is configured as output I will not be able to read the output now. كم الفاليو اللي موجود الان على البن؟ كم الفاليو اللي سويت لها output سابقا؟ فبقدرش اسوي لها manipulation، ما بقدر اسوي لها manipulation. فهي نقطة مهمة. الان مجموعة البتس اللي بستخدمها حتى اخزن الكونفيجريشن تبع كل بن من البنز هي فعليا اللي بتشكل الدايركشن سبيشال فانكشن ريجستر. مجموعه الفليب فلوبس اللي بتخزن الداتا اللي عم بسوي لها اوتبوت اللي هي او انبوت اللي هي الداتا سبيشال فانكشن ريجستر. في حالتنا كان بورت مثلا اي وكان هون تريس اي. هلا تريس يمكن انا بفسرها ليش اسمها تريس اي في ريجستر، ليش اسمه تريس اي؟ بفسرها انه هذا التراي ستيت بفر،
اللي بيتحكم بالدايركشن تبع بورت A تبع البنز في بورت A. فترس من تراي ستيت، انا بتهيأ لي تراي ستيت A تراي ستيت B، هل افعل هذا التراي ستيت او اسوي له ديسيبل حتى احدد هل البورت هو انبوت او البورت هو اوتبوت. هذا بشكل عام، يعني احنا هون شفنا الانبوت بورت، شفنا الاوتبوت بورت بشكل عام. الان نفس طريقه الرياليزيشن هي نفسها اللي موجوده بالبيك 16 سيريز مايكرو كنترولر. فخلينا نطلع مثلا على بورت بي. بورت بي هذا هو البلوك دايجرام لاي واحد من البنز من بورت بي، اللي هم من البنز 0 ل 3. يعني البنز من 0 ل 3 لهم نفس الرسمه، لهم نفس الرياليزيشن، ما في شيء جديد، هي نفس الرسمه اللي شفناها قبل شوي للباي دايركشنال بن. في عندي الداتا وفي عندي التريس لاتش، ما تغير شيء عندي هون، وهي البن موجود عندي هون، وهذا التراي ستيت بفر اللي بحدد هل الانبوت باث هو انيبلد او الانبوت باث او عفوا الاوتبوت باث هو انيبلد او الاوتبوت باث هو disabled. بس شوي معكوس الرسمة انه الانبوت باث هيو الانبوت باث، وبرجع على الداتا باس الانبوت باث موجود، قبل شوي كان موجود فوق بس ما بتفرق، هي نفس الرسمة. فهي المكونات الرئيسية اللي هي بنعرفها، هيو output path input path والداتا register والdirection register. هلا في تفاصيل اخرى، خلينا نطلع عليها بسرعة. مثلا خلينا نبلش من هون، لو طلعنا على الانبوت باث بلاقي في عندي المفروض يكون شابك مباشرة دايركت على مين؟ على الداتا بس من خلال التراي ستيت بفر، من خلال التراي ستيت بفر، مظبوط؟ مش هيك الانبوت باث؟ إذا بترجع باك الانبوت باث هي التراي ستيت بفر بين البن وبين الداتا بس، وهذا هو الكلام اللي موجود عندي هون، هذا هو الكلام موجود عندي هون. لكن لو ماشي على الطريق بلاقي انه بنص الطريق بيعترضني داتا لاتش او بيعترضني دي لاتش، وهذا الدي لاتش نتذكر شو الدي لاتش. الدي لاتش بكل بساطه كلوكت دي لاتش اللي هو او دي لاتش وذ انيبل. هذا اللاتش بيسمح للفاليو تدخل من هون لهون بشكل متواصل طالما الانيبل سيجنال هون القيمه الانبوت يساوي واحد. فطالما هون في عندي واحد وات ايفر اي سي اون ذا بن ويل جو ثرو the latch ويطلع ويكون مخزن على الكيو. طيب لما يصير هذا البن او هذا الانيبل صفر، whatever happens على الدي will not affect كيو. هذا اللي بنعرفه عن الدي لاتش، هيك بيشتغل الدي لاتش او الكلوك دي لاتش. طالما هو انيبلد هو ترانسبيرنت ولا زي كانه موجود، بمرر الفاليو للكيو. مجرد ما سكرت او سويت الانيبل صفر disable، الفاليو المخزنة اللي هي الكيو راح تضلها ثابتة حتى لو تغيرت الدي مليون مرة، طب ليش بدي شيء زي هيك؟ ليش موجود هذا الحكي؟ لاحظ الانيبل على مين مشبوكة؟ على الريد بورت. شو يعني الريد بورت؟ انه فعليا السي بي يو از ريدنج فروم ذس بن. طيب لاحظ الان اذا كانت السي بي يو از نوت ريدنج فروم ذس بن، ما عم تقرا من هذا البن، هذه السيجنال راح تكون قيمتها صفر، يعني هون راح يكون داخل عندي واحد. يعني شو هو شو ما هو موجود على البن راح يظهر على الكيو وانا ما عم بقرا، فهون زيرو، يعني هذا ديسكونكتد، فما في شيء مشبوك على الداتا بس. طيب بمجرد ما صارت السي بي يو قرات من هذا البورت، عم تبعت اشاره اني انا بدي اقرا من هذا البورت، شو راح يصير؟ راح تصير هاي الفاليو صفر، فشو راح يصير؟ ديسكونكتد. طيب شو معناها؟ اخر فاليو شافها البن من العالم الخارجي راح يصير عليها لاتش. شو يعني راح يصير عليها لاتش؟ راح يمسكها ويثبتها. ليش؟ راح يضل مخزنها بكيو وراح يفصل، وبالتالي شو ما صار هون اخر فاليو شافها قبل ما تبدا عمليه القراءه راح تتخزن وتضلها ثابته خلال عمليه القراءه. وهذا هو الهدف من وجود اللاتش، انه في اللحظه اللي السي بي يو بتقرر فيها انها تقرا من هذا اللاتش راح لازم تكون الفاليو اللي عم تنقرا ثابته خلال عمليه القراءه. طب كيف بدي اثبتها؟ لازم افصل، يكون عندي قدره افصل البن عن الداتا بس، افصل البن عن الداتا بس وتكون الفاليو مخزنه، اخر فاليو شفتها تكون مخزنه، وهذا اللي هو عم بيصير. فهذه هي وظيفه الدي لاتش اللي موجود
في طريق الانبوت انه تثبيت الفاليو خلال عمليه القراءه. ما بدي الفاليو تصير متغيره، انه عمليه مثلا اني اجي احكي له اقرا لي البت البن هات، هاي العمليه ما بتتم بزيرو تايم، بدها سم تايم. فالان اذا كانت الفاليو قاعده تتغير برا ما بزبط، انا بدي في اللحظه اللي ببلش اقرا فيها بدي اخذ الفاليو الموجوده هون وتضلها ثابته، تضلها ثابته خلال for the duration of the read operation. فهي نقطه مهمه. فهذه اول جزئيه ما شفناها، هي تفصيل اضافي ما شفناه قبل شوي لكنه موجود في البيك 16 مايكرو كنترولر، انه الهدف من هذا اللاتش هو تثبيت الفاليو خلال عمليه القراءه، لانه لما اسوي هون 1 هذا اللاتش بفصل، وبالتالي اخر فاليو شفتها قبل بدايه عمليه القراءه هي الفاليو راح اشوفها، وهي راح تضلها ثابته خلال عمليه القراءه حتى لو الانبوت هون تغير مئات المرات. فهذه اول شغله. الشغله الثانيه، الفيتشر الثاني اللي موجود عندي هون في البنز من RB0 لRB3 هو هاد اللي هو بسميه لي ويك بول اب ريزيستور او الويك بول اب، اللي هو ببساطه تتذكروا لما كنا نحكي بدنا نشبك مثلا سويتش كنا على بن معين كنا نحكي ممكن او مش ممكن نضطر نحط بول اب ريزيستور هون، مزبوط. الان جماعة البيك مايكرو كنترولر حكى لك بدي أريحك شوي زيادة، إنه بورت بي بدي أخذ لك هاي المقاومة وأحطها جوا، وأحطها جوا الآن، لكن هاي المقاومة كونفيجرابل. ليش؟ لأنه ممكن هذا البورت يكون أوتبوت، هذا البين ممكن يكون أوتبوت، والبول أب ريزيستر ما لها معنى في الأوتبوت، المفروض تكون هي إشي له علاقة في الإنبوت. فعشان هيك هي كونفيجرابل بول أب ريزيستر. طيب كيف كونفيجرابل؟ زي ما احنا شايفين هون، اللي هو فعليا هي عباره عن ترانزستور بي شانل ترانزستور، عباره عن بي شانل ترانزستور، وانا بتحكم هل هذا البي شانل ترانزستور هو انيبلد او ديسيبلد. الان الترانزستور بشكل عام اذا كان ديسيبلد راح يكون هون اوبن سيركت ولا زي كانه موجود في شيء. الان اذا كان انيبلد يعني دخلت هون صفر كبي شانل ترانزستور راح يكون عندي كوندكشن بين ال بين الطرفين للترانزستور، مظبوط، للدرين، بين الدرين والدرين والسورس، بين السورس والدرين. فهذا الكلام لما يسوي كوندكشن وكانه في مقاومه صغيره هون، وكانه في مقاومه صغيره. فاذا طريقه تمثيل مقاومه بول اب ريزيستور بقدر اني احطها واشيلها الكترونيكلي ديجيتالي، اتحكم فيها بشكل ديجيتال، هي عباره اني انا حطيت الترانزستور حطيت الترانزستور داخل البن، وهذا البن هذا الترانزستور بقدر اتحكم بالبيس تبعته، بحيث لما تكون صفر بصير افكت، بتصير اكتيف البول اب ريزيستور، 1 معناها ان اكتيف. طب كيف بتحكم فيها؟ بكل بساطه لاحظ عندي هون البيس تبعت الترانزستور داخل عليها هذا الاشاره، وداخل عليها هاي الاشاره. هاي شو هي؟ طبيعة البن، هل هو input pin أو output pin. طيب هاي شو هاي؟ هذا البت الأخير بالoption register، هذا آخر بت بالoption register ما حكينا عنه، اللي هو البت بقدر عن طريقه أسوي enable للpull up resistors اللي مشبوكين على كل البنز في port B، given that إنه هدول البنز هم configured as input. هذا هو الكلام هون، إنه لاحظ عم بحكي إذا كانت الفاليو اللي هون 1 يعني البن هو configured as input، وسويت enable لل pull up resistor، هذا الترانزستور راح يكون داخل عليه على الجيت تبعته، راح يكون داخل صفر، راح يكون enabled، راح يكون يعني effectively وكأنه في مقاومة صغيرة عندي هون، تمام؟ فإذا هاي نقطة مهمة، إنه بقدر أستغني عن الاكسترنال pull up resistors لما أشبك input devices على بعض البنز، على البنز تبعت بورت بي، عن طريق تفعيل الانترنال بول اب ريزيسترز. الان كيف بيتم تفعيلهم؟ اول شيء لازم يكون البن هو كونفيجرد از انبوت، ولازم اروح على هذا البت اللي هو موجود في الاوبشن ريجستر واحطه صفر. ليش؟ لانه ليش صفر؟ لانه اكتف لو هو ار بي بول اب، ار بي بي يو يعني بول اب، فهو اكتف لو، لازم احط صفر حتى البن يشتغل افعل البول اب عليه. هلا نقطه مهمه،
انه هذا البت بتحكم بالثمانية pins تبعون port B. ف يعني ما في pin او bit خاص للبول اب لكل واحد من البنز، لا هو بت واحد. فاذا بفعل البول اب على input pin معين من port B راح تكون البول ابس برضه مفعله على كل الانبوت pins من port B. هاي نقطه مهمه. الان حكينا عن هاي الاضافه، حكينا عن هاي الاضافه. الشغله الاخيره اللي لها علاقه بهدول البنز اللي هي هذا الباث ما كان موجود بالجنرال رياليزيشن، وهذا الباث بكل بساطه فقط خاص ب RB0، فقط خاص ب RB0 اللي هو فعليا بيمثل الاديشنال فانكشناليتي المربوطه ب RB0 اللي هي مين؟ الاكسترنال انتربت. فانا هذا الانبوت اللي عم باخده من العالم الخارجي راح اخده بهذا الطريق واوديه على الانتربت سيركت بكل بساطه. ليش؟ حتى اراقب هل صار في عندي external interrupt ولا لا. ف for multiplexed inputs يعني البنز اللي بتأدي اكثر من وظيفه راح تلاقي غالبا في path بيروح لمكان اخر، path بيروح لمكان اخر. في هاي الحاله مثلا عم بيروح على الانتربت سيركت اللي هو فقط في حاله الار بي 0، يعني ار بي 3 وار بي 2 وار بي 1 ما في ميهم هذا الحكي، هذا الكلام خاص بار بي 0. فهدول فهذا اول شكل، اول 4 بيتس، كيف شكل الرياليزيشن تبع اول 4 بينز من ار بي 0 من بورت بي. بالنسبه للابر 4 بيتس ما في شيء اختلف، ما في شيء اختلف. في عندنا الداتا فليب فلوب، الدايركشن فليب فلوب، اوتبوت باث، انبوت باث، ويك بول اب ريزيستر، نفس الترتيب اللي حكينا عنه قبل شوي. لكن الإشي الإضافي في الأبر 4 بيتس من بورت بي إذا بتتذكروا هو البورت بي تشينج انتربت، هو البورت بي تشينج انتربت، واللي هو حكينا بكل بساطة إنه أنا عادة بكون عندي some value stored in the port. هاي الفاليو بشكل متواصل بقارنها بالفاليو اللي عم بشوفها على البنز. الآن إذا صار في mismatch، أي mismatch هذا الكلام بده يسوي لي انتربت على السي بي يو. فكيف هذا الكلام ممثل ما بدي ادخل بالتفاصيل بصراحه يعني، بس بشكل عام موجود عندي هون. حاول انك تحللها تمنطقها، بس هي هيك شكلها انه انا فعليا عاده في عندي لاتش بخزن الاولد فاليو، وهي الفاليو اللي مخزنه في هذا الاولد لاتش دائما عم بسوي لها كومباريزون مع الفاليو اللي شايفها من البن. بمجرد ما صار في اختلاف كيف بعرف انه 2 bits مختلفات؟ عن طريق XOR. اذا كان XOR، اذا كانوا مختلفات الاوتبوت تبع XOR راح يكون واحد، وهذا الواحد هو اللي راح يسوي لي set للبورت B change interrupt flag. ما راح ادخل في التفاصيل كيف بتصير العمليات، عادة بشرحها بس there is no time. فبكل بساطة البورت B change interrupt انا بكون مخزن value جوا اللاتش هاد، وهي الفاليو بقارنها أنا مع الفاليو اللي عم بشوفها من هون، وبناء عليه بحدد هل أسوي set للبورت B change interrupt flag وببعته على الانتربت سيركت، ببعته على الانتربت. لأن لاحظ هذا هو له علاقة ب 1 bit من الأبر 4 bits من بورت B، فأنا بسوي هذا الكلام لكل واحد من هدول البيتس، بعدين بسوي لهم OR إنه أي تغير بكتشفه بأي واحد من البنز هو فعلياً اللي راح يسوي set للبورت B change interrupt flag. الآن هون ملاحظة أخيرة لها علاقة بالبورت B change interrupt flag، وراح نشوف example عليه بشابتر 8 إنه how to clear the port B change interrupt flag. هلا إحنا عارفين إنه أي interrupt flag أنا بكل بساطة بروح بسوي BCF وبروح على مكانه وين موجود وبسوي له clear. لكن البورت B change interrupt flag له حالة خاصة، إنك ما بكفي إنك تروح تكتب BCF option register RBIF. هذا الكلام غير كافي إنك تكتبه والله جوا pulling loop تبعتك أو جوا ال interrupt service routine، لأنه it will not clear the flag. على المنطق إنه يسوي clear flag، بس it will not clear the flag. اللي بحكي لي انه حتى تسوي كلير على بورت بي تشينج انتربت فلاج يو نيد تو ريد ذا بورت فيرست، يعني لازم تقرا البورت، موف اف بورت بي
على وين ما بدك على الوركينج ريجستر على حاله وبعدين تسوي بي سي اف. فبدي خطوتين حتى اسوي كلير على بورت بي تشينج انتربت فلاج اللي هي اني لازم اقرا البورت وبعدين اسوي كلير على الفلاج. الان ليش هيك؟ ما لاني انا ما شرحت التفاصيل اللي هون، هي مربوطه بالتفاصيل بس الفكره الرئيسيه لازم اقرا البورت حتى الفاليو اللي موجوده هون تصير نفس هالفاليو الموجوده هون، وبالتالي هاي القيمه اللي هون تصير صفر. وبالتالي لما اسوي كلير على الفلاج اللي هو موجود باللاتش اللي شفناه في شابتر 6 فعليا ما راح يرجع يصير له ست حتى. فاذا ريدنج البورت بيخلي الفاليو الموجوده هون تساوي الفاليو الموجوده هون، بعدين بسوي كلير على الفلاج. فخلوا هاي نقطه في بالكم انه بورت بي تشينج انتربت فلاج از سبيشال كيس، حتى اسوي له كلير بلزمني اني اقرا البورت بعدين اسوي كلير على الفلاج وليس العكس. بدك تنتبه وليس العكس. الآن نفس الشيء بورت A، يعني ما في إشي صعب لكن هي نفس الترتيب. الإشي الوحيد يعني هدول هم البنز من RA0 ل RA3، ما في إشي يعني داتا فليب فلوب، دايركشن فليب فلوب، إنبوت باث، وفي عندي أوتبوت باث. هلا ما راح أدخل في التفاصيل، الرسمة شوي مختلفة بس هي نفس المفعول، يعني لو أخذت من هون هيك تراي ستيت بفر وشبكته هون هي نفسها. ففعليا هاي السيركت ما راح أدخل في تفصيلاتها بس حاول أنت تفكر فيها إذا أنت من جماعة بيحبوا الإلكترونيكس. هذه اللي هون هاد هو عبارة يقوم بمقام التراي ستيت بفر اللي شفناه في الأوتبوت باث، مش كنا حاطين هون التراي ستيت بفر وبيطلع على البن ومشبوك مع الدايركشن ريجستر. فهدول الترانزستورز ببساطة بمثله التراي ستيت بفر، بس هي شغلة حتى يعني تحاول تفكر فيها. هلأ البن RA4 ما في إشي جديد، نفس الترتيب اللي حكينا عنه وعم نحكي عنه دائما، لكن الإشي الإضافي إذا بتتذكروا في additional functionality مع الـ RA4 إنه ممكن يستخدم كإنبوت للتايمر 0 كلوك. فهذا فعليا هو البرو على التايمر 0 موديول، على التايمر 0 موديول. اوكي خلينا نحكي عن فيتشر مرات بنشوفه ببعض الانبوت بورتس اللي هو البنز اللي بتيجي مع وات وي كول شميت تريجر سبورت او شميت تريجر انبوت. قبل ما نحكي عنه خلينا نتذكر مع بعض انه البنز اللي عم نحكي عنهم هم ديجيتال بنز، يعني هذا البن لما يكون انبوت انا المفروض ادخل عليه فولتج وهذا الفولتج بصير له interpretation، يعني السيركت اللي موجودة داخل السيستم مثلا داخل المايكرو كنترولر لازم تكون عارفة والله إذا دخلت عليها مثلا فولتج برينج معين إنه هذا corresponds to logic 0، فولتج بين another range معناها هذا corresponds to logic 1. فعادة زي ما نعرف إحنا حكينا يمكن قبل هيك إنه عادة الانبوت مثلا this is logic 0، فمثلا من 0 فولت مثلا والله ل 2 فولت هذا اي فاليو بتدخل هون بهذا الرينج السيستم مصمم انه يفهمها انها لوجيك 0. الان عاده بيكون في منطقه بنسميها النويز مارجن بتفصل بين المنطقتين اللي بيعرفوا اللوجيك 0 واللوجيك 1، فمثلا هون والله من 3 فولت الى 5 فولت فرضا. عاده ممكن تلاقي هيك اللوجيك او هيك تعريف اللوجيك هاي وتعريف اللوجيك لو، وبتلاقي البنز معظمها بتشتغل بهاي الطريقة. الآن السؤال لو كان الانبوت فولتج بهاي المنطقة ايش راح تكون الانتربريتد فاليو؟ هل حتكون لوجيك 0 ولا لوجيك 1؟ عادة اللي بيعطيك اللي بيصنع لك هذا البورت او هاي السيركت او هاي الجيت بحكي لك والله اذا انت عم تشتغل بهاي المنطقة الحدودية الفاصلة بين اللوجيك هاي واللوجيك 0 انا بقدرش اضمن لك شو السيستم يشوفها، ممكن يشوفها لوجيك 1 او يشوفها لوجيك 0. وممكن يعني اذا انت مدخل مثلا 2.5 فولت هلا يشوفها لوجيك هاي، هلا كمان شوي يشوفها لوجيك 0. فهاي مشكله بتكون موجوده بالبورتس الاعتياديات، بالانبوت بورتس او الانبوت بنز الاعتياديات، انه اذا انا عندي شيء زي هيك مثلا كانت هذا هو الانبوت تبعي اوفر تايم كان الانبوت تبعي هيك شكله عم بيتغير هيك، تمام عم بيتغير هيك. فالان بناء على الثريشولدز اللي حطيناها انه اي شيء بلو ذس فاليو اللي هي ال2 فولت واي شيء اكبر من ال3 فولت هو المعرف. فانا عندي هون لوجيك 0 وهون عندي لوجيك 1. طيب ان بتوين السيستم كيف راح يشوف هذا الحكي؟
هلأ أي إشي بلو رح يشوفه إنه لوجيك 0، بعدين أي إشي هاير رح يشوفه إنه لوجيك 1. طيب إن بتوين ممكن يكون إشي زي هيك. شو هاد؟ إنه السيستم مش قادر يحدد هل الفاليو اللي داخله هي لوجيك 0 ولا لوجيك 1، لأنها موجودة بهذا الرينج اللي هو من 2 إلى 3 فولت. طبعا هذا this is just an example. فهذه مشكلة ممكن تسبب لي كارثة في بعض السيستمز، بالذات السيستمز اللي بتكون حساسة، اللي بتكون حساسة للإجز، يعني بتشتغل على الإجز. يعني تخيل مثلا هذه الفاليو داخلة على الـ RB0 الاكسترنال انتربت اللي هو في اكسترنال انتربت، فبدال فعليا ما انا اكون شايف 1 رايزنج ايدج، انا عم بشوف 1 رايزنج ايدج، 2 رايزنج ايدجز، 3 رايزنج ايدجز. هاي مشكله، هذه مشكله ممكن تسوي لي 3 انتربتس بدل ما تسوي لي 1 انتربت. فشو الحل تبعها؟ الحل تبعها انه عاده بالانبوتس، بالانبوت بورتس او الانبوت بينز اللي بتكون حساسه للايدجز زي الاكسترنال انتربت، بيحطوا لها سبيشال هاردوير اسمه الشميت تريجر، اسمه الشميت تريجر. هذا الشميت تريجر هيك السيمبل تبعه، عاده بيكون في شيء زي هيك زي البفر، لكن فيه راح نشوف رمزه شيء زي هيك مرسوم جواته to indicate this is that as this is a schmitt trigger. طيب شو هدفه؟ هدفه سميت شميت تريجر يحل لي هاي المشكله، انه ما اغير الاوتبوت فولتج بالسرعه هاي، انه ما اسمح للاوتبوت فولتج او للانتربريتد فاليو للفولتج انها تتغير بالشكل هاد. وطريقه عمله بسيطه جدا، بكل بساطه هذا الشميت تريجر، هذا الشميت تريجر هيك شكله، لو دخل عليه سيجنال زي هيك، سيجنال داخل عليه فاليو من هون اوفر تايم، فالان لو كانت زي هيك تمام، هذا الشميت تريجر نفس الشيء عنده 2 ثريشولدز، عنده 2 ثريشولدز، فلنفرض انهم نفس قبل الحاله السابقه 2 فولت و 3 فولت. طيب شو الفرق؟ راح احكي لك اللي بيفرق في طريقه عمل الشميت تريجر، انه في عنده نوع من الذاكره. هذا الذاكره شو اللي هي؟ انه هذا الاوتبوت تبع الشميت تريجر ما راح يتغير الا اذا الانبوت فولتج سوى كروس او مر بالتو ثريشولدز. يعني لاحظ هون الفولتج از رايزنج، هلا طالما انا اقل من الثريشولد الاول الاوتبوت راح يضله صفر تبع الشميت تريجر، هذا الاوتبوت تبع الشميت تريجر. الان لما يدخل في هاي المنطقه اللي هي بين التو ثريشولدز، هو قطع واحد من الثريشولد او مر من واحد من الثريشولدز، لسه ما وصل للثاني، فراح يضله الاوتبوت ثابت ما راح يتغير لغايه هاي النقطه. لما يقطع السكند ثريشولد فهي الحالة يس راح يصير الاوتبوت 1 وراح يضل 1. لاحظ حتى لما نزل هون على الثريشولد العالي راح يضله 1 لانه لسه ما وصل للثريشولد الثاني، ولاحظ هو ما وصل هون، فراح يضله زي بهذا الشكل لغايه هاي النقطه هون، راح ينزل للزيرو لانه في عند هاي اللحظه فقط الانبوت بيقطع التو ثريشولدز. فلاحظ لما كان موجود في الـ uncertain region، هاي المنطقة اللي هي ما بالجيتس العادية أو باللوجيك بالسيركتس الانبوتس العادية مش محدد الاوتبوت، لا هون الاوتبوت محدد، طالما أنا ما قطعت التو ثريشولدز فبتضلها الفاليو الحالية هي نفس الفاليو السابقة. فهي بسموه فيه نوع من الهستريسيس، فيه نوع من الذاكرة الشميت تريجر، بيضل متذكر هل انا قطعت التو ثريشولدز يس غير الاوتبوت، هل انا قطعت التو ثريشولدز يس غير الاوتبوت. اذروايز حتى لو الانبوت مر بواحد من الثريشولدز ما راح يتغير الفاليو اللي ده طالعه من الشميت تريجر، راح تضلها ثابته. فهذا الكلام انا هون صار عندي لاحظ 1 رايزنج ايدج 1 فولينج ايدج، بينما ممكن بال بال بال, بال, بال بالحاله الاعتياديه بالجيتس العاديه اللي هي مش شميت تريجر، لما اكون في هاي المنطقه ممكن الاوتبوت يصير إشي زي هيك زي ما حكينا قبل شوي. فهذا الكلام اذا برجع باك بالسلايدز لاحظ السيجنال اللي رايحه على تايمر 0 كلوك لاحظ مشبوكه على شميت تريجر، السيجنال اللي رايحه على اللي رايحه على الاكسترنال انتربت سيركت برضه مشبوكه على شميت تريجر. وهذا this is common practice، اي انبوت حساس
للترانزيشن او للايدجز هو الانبوت. هذا الانبوت اللي لازم اسوي له بري كونديشنينج، ادخله على شميت تريجر. والرسمه اللي هون فعليا بتوضح بتاكد الكلام او الاكزامبل اللي انا شرحته. هلا بالنسبه لهذا البارت او السكيب، هذا فيتشر بيكون موجود مع بعض الاوتبوت بينز اللي هو بيسموه الاوبن درين اوتبوت، اذا انت مهتم اقرا عنه. الموضوع اللي قبل الاخير بدنا نحكي عنه في هذا التشابتر له علاقه في البينز، له علاقه في التخاطب مع العالم الخارجي، هو موضوع الاوسيليتر. الان بشكل عام حكينا انه اي مايكرو كنترولر في الدنيا لازم يدخل عليها كلوك، لان هاي الكلوك اللي هي بيريودك سكوير ويف انا بقدر اني اجيبها اسوي لها جينيريشن بانواع مختلفه من الهاردوير، بانواع مختلفه من السيركتس. بغض النظر عن الهاردوير اللي بستخدمه، لازم الكلوك اللي انا ادخلها على المايكرو كنترولر تكون اكوريت اند ستيبل. لازم تكون اكوريت، يعني اكوريت يعني والله اذا عم بحكي انه 4 ميجا هرتز فلازم تكون as close as possible as to 4 ميجا هرتز. ستيبل ما بصير والله مره تكون 4 ميجا هرتز وكمان شوي تصير 3.9، كمان شوي تصير 4.05، هذا it's not stable، مش ثابتة الكلوك. فالكلوك اللي بدي أدخلها على المايكرو كنترولر لازم أسوي لها generation بسيركت أو بهاردوير يحقق لي هذا الكلام إنها تكون accurate and stable. لأن كم الكلوك، قيمة الكلوك اللي بتشتغل عليها المايكرو كنترولرز بيعتمد على تصميم المايكرو كنترولر. حكينا بشابتر 2 انه البيك 16 سيريز مايكرو كنترولرز بيشتغلوا من 0 ل 20 ميجا هرتز، وحكينا بشكل عام الكلوك بتحدد how fast you can do the job, how can fast you can execute the instructions. وبالتالي the faster the clock the faster the execution. بس هذا الكلام بترتب عليه انك تستهلك طاقة اكثر، تستهلك power اكثر او energy أكثر، لأنك عم تسحب عم تسوي شغل أكثر خلال نفس تسوي نفس الشغل عفوا خلال وحدة زمنية أقل. فاللي بدنا نطلع عليه الآن شو هي أنواع الكلوكس اللي سبورتد بالبيك 16 سيريز مايكرو كنترولر، كيف شكل السيركتس، بعض السيركتس المستخدمة في توليد الكلوك. ما راح أدخل في التفاصيل لأنه هذا موضوع إلكترونيكس وباور وعفوا ديجيتال إلكترونيكس، كيف أبني سيركت تطلع لي periodic square wave بفريكوانسي معين بديوتي سايكل معين. فهون عندي بورجيني مثلا أنه أنا ممكن أسوي سيركت تعطيني periodic square wave بكل بساطة أني أجيب RC circuit، عشان هيك هذا بسموه RC oscillator. RC oscillator اللي هو سيركت مبنية باستخدام RC circuit، أدخلها على شميت تريجر وفي عندي فيدباك وداخل على ترانزستور. ما بدي أدخل بالتفاصيل، أنا سيريسلي مرة يعني غالباً بشرحها والله برسم تايمينج ديجرام، بس لأنه شوي الوقت ضيق فمش عم بدخل بالتفاصيل. لكن بشكل عام هاي السيركت هي عبارة عن سيركت على الطرف هات تقدر تعطيني periodic square wave بتردد معين يعتمد على قيمة الـ R والـ C، وبقدر استخدمها. It is cheap، يعني هذا النوع من السيركتس كثير رخيص، يعني ما بيكلفك 20 قرش انك تبنيه ولا نص ليره. لكن شو مشكلته؟ It is not precise، مش دقيق. يعني اذا بتحكي بدك مثلا 1 ميجا هرتز، بتروح بتحسب حسبه، في لها حسبه بتجيب قيمه الار والسي بتشتريهم، لكن بس تبني السيركت على ارض الواقع بتلاقي انه الاوتبوت والله مش 1 ميجا هرتز، بيختلف شوي. ليش؟ لانه الكاباسيتور والريزيستور قيمهم تتغير بالانفايرمنت تمبريتشر مثلا، فمش دقيق 100%. طيب شو البديل؟ البديل اني استخدم نوع اخر من السيركتس حتى اطلع بيريودك سكوير ويف على الجهه هاي، اللي هي اني اجيب سبيشال بيس اوف هاردوير اسمها كريستال اوسيليتر. كريستال اوسيليتر هاي ببساطة تو تيرمينال، يعني كومبوننت زي المقاومة، جواها في كريستال. لأن هاي الكريستالة لما أحط عليها فولتج ديفرنس بتصير تسوي فايبريشن، وهذا الفايبريشن بينتج عنه يعني أوتبوت فولتج على شكل أون وأوف عن طريق الشميت أو عن طريق الإنفرتر. فلاحظ في هون فيدباك لوب وهون في فيدباك لوب، وهذا كلام كومون وين ما تروح على أي سيركت بتسوي جينيريشن لبيريودك سيجنال، سواء كانت سكوير ويف أو واتيفر، دائما راح تلاقي في فيدباك من الأوتبوت للإنبوت. ففعليا
حتى تبني هاي السيركت اللي بتعطيك بيريودك سكوير ويف باستخدام الكريستال او السيراميك اوسيليتر. ببساطه بتحتاج تشتري هاي القطعه وتجيب انفرتر وتجيب لك تو كاباسيتورز. هدول التو كاباسيتورز قيمتهم كتير صغيره، هدفهم يشيلوا اي نويز ممكن ينتج من عمليه انتاج هذه الاشاره اللي هي البيريودك سكوير. طبعا this is more expensive، هاي القطعه يمكن اغلى شوي من المقاومه والشميت تريجر والقصص هاي، but it is stable and precise، يعني دقيقه جدا. يعني هاي بتلاقيها تشتريها بتروح على الدكانه تبعت الالكترونيات وتقول له بدي كريستال اوسيليتر 4.4 ميجا هرتز، بقول لك ما في، في عندي 4.001 ميجا هرتز، very precise، very precise، وتاثرها بالعوامل الخارجيه بيكون اقل بكثير من تاثر هاي اللي هون، لكنها مور اكسبنسيف. يعني يمكن هاي القطعه لحالها حقها نص ليره ولا حقها ليره، ما بعرف قديش بيبيعوها هون، بس it is more expensive. It is mechanically fragile. شو يعني fragile؟ يعني هي اصلا كريستال هاي او سيراميك، فهي مجرد ما مثلا السيستم وقع منك على الارض مثلا او تعرض لصدمه معينه، خبط بشيء معين، ممكن تخرب هاي، تتكسر من جوا، بالتالي السيستم بطل يشتغل. فمرات كثير هاي الاجهزه الصغيره زي هاي الضواوي اللي بتضوي برمضان هي embedded system بكل بساطه، فممكن فيها كريستالة هاي، ممكن إذا وقع هاي البوكس الأبيض الصغير المشبوك مع الأضواء على الأرض أو خبط في إشي بتلاقي السيستم بطل يشتغل. فبتكون المشكلة بكل بساطة إنه الكريستالة خربت، فبدك تغير الكريستالة يعني تفكها وتحط واحدة بدالها، برجع السيستم بيشتغل زي ما هو. هذا لا يعني ما مش كتير بتأثر يعني الار سي، لكن كل واحد كل شغلة لها ميزاتها وكلها لها سيئاتها. هلأ الـ PIC 1684 مايكرو كنترولر والـ 16 سيريز بشكل عام مايكرو كنترولرز زيهم زي أي مايكرو كنترولرز تانية، بتوقعوا أنه يدخل عليهم الكلوك. الآن هاي الكلوك زي ما حكينا ممكن يكون مصدرها من أماكن مختلفة. طيب شو الفكرة هون؟ الفكرة هون في الـ PIC 16 سيريز أنا لازم أفهم المايكرو كنترولر شو نوع الكلوك اللي بدي أدخلها عليها، وهذا الكلام يمكن حكينا عنه نوعا ما بشابتر 2، انه انا بالكونفيجريشن وورد في عندي 2 بيتس. عن طريق هدول ال 2 بيتس بقدر افهم المايكرو كنترولر شو نوع الكلوك اللي داخله عليها. فانا بقدر احكي لها 00 معناها انا عم بدخل عليكي لو فريكوانسي بيريودك سكوير ويف، ترددها اقل من 200 كيلو هرتز، ومصدرها كريستال، مصدرها كريستال، ات از لو فريكوانسي كريستال. طيب 01 XT oscillator اللي هو من 1 ل 4 ميجا هرتز، 1 ل 0 high speed oscillator يعني عم بدخل frequency أكثر من 4 ميجا هرتز، وآخر واحدة أو آخر option اللي هو أني أفهمها أنه الكلوك اللي داخل عليها جاي من RC oscillator. تمام؟ فإذا قبل ما أنزل البرنامج تبعي على السيستم على المايكرو كنترولر لازم أحدد قيمة هدول التو بيتس بالكونفيجريشن وورد بناء على تصميم السيستم تبعي، شو الكلوك اللي عم بستخدمها السيستم تبعي. طيب ليش بدي أسوي العملية؟ يعني في النهاية هي بيريودك سكوير ويف، بغض النظر عن مصدرها وبغض النظر عن قيمة الفريكوانسي تبعها، في النهاية تدفع المايكرو كنترولر. سؤال منطقي ووجيه انه ليش اخبر السي بي المايكرو كنترولر شو مصدر الكلوك وكم يعني وكم تردد الكلوك؟ بكل بساطة لأنه جماعة البيك مايكرو كنترولر بحاولوا دائما يسهلوا عليك. يعني شايف التو سيركتس البسيطات هدول اللي قدامنا، جماعة المايكرو تشيب بيحكي لك أنت إذا بدك تستخدم المايكرو كنترولر تبعتنا فعليا you don't have to bring everything، ما في داعي والله إذا بدك تسوي RC سيركت كأوسيليتر إنك تروح تجيب كل هدول، إحنا بنعطيك جزء من السيركت جاهز داخل المايكرو كنترولر، أنت عليك تجيب جزء بسيط. فهذا الكلام موجود هون عندي. فمثلا بحالة انت لو اخترت انك تستخدم كريستال اوسيليتر فعليا ما في داعي تجيب كل الكومبوننتس في البيك، انت بتجيب بس حبه الكريستال هاي وبتجيب التو كاباسيتورز، وما تبقى من سيركت بيكون موجود داخل المايكرو كنترولر، بيكون موجود داخل المايكرو كنترولر. نفس الكلام بالنسبه للار سي كونفيجريشن، انت بس بتجيب الار والسي وما تبقى موجود داخل المايكرو كنترولر. طيب شو الفكره؟ الفكره وظيفه البيتس اللي شفناهم قبل شوي انها تحدد مين الجزء اللي بيكمل الاوسيليتر سيركت تبعتك، هل هذا الجزء او هذا الجزء
مثلا هذا مثلا الاكس تي كونفيجريشن. هلا ال بي وال بي اللي هم خلينا نرجع باك عشان تتذكروهم، ال بي والاكس تي والاتش اس، هذول ببساطه انك انت عم تسوي انيبل لديفرنت سيركت حتى تكمل الاوسيليتر سيركت. فهون بيجي فكره انه ليش لازم اخبر المايكرو كنترولر شو نوع الاوسيليتر سيركت، لانه البيك جماعه البيك ما بيطلبوا منك تبني كامل الاوسيليتر سيركت او تجيب كامل الاوسيليتر سيركت، بيعطوك جزء منها وبيكملوا لك الباقي من وانت بتكمل الباقي خارج السيستم. فانت البيتس، قيمه البيتس اللي بتحطهم في الكونفيجريشن بتحدد هل هذا الجزء اللي هو بيكمل الاوسيليتر سيركت او هو هذا الجزء او الجزء تبع ال بي او الجزء تبع ال اتش اس. طبعا بدنا ننتبه ونتذكر مع بعض انه البيك 1684 وال16 سيريز بشكل عام في لهم 2 pins لهم علاقة بالكلوك، oscillator 1 وoscillator 0. فعندي 2 pins. ليش 2 pins؟ لأنه بعض أنواع الoscillators بدهم 1 input، هيو oscillator 1، وبعض أنواع الoscillators زي الكريستال بدها 2 pins، هيو. فبيعتمد نوع الأوسيليتر بحدد كم عدد البنز اللي بستخدمهم من الأوسيليتر بنز. الآن إذا كان RC زي هاي الحالة، البن الثاني اللي هو الأوسيليتر 2، إذا اخترت أنا أني أستخدم RC أوسيليتر مع المايكرو كنترولر، البن الثاني فعليا مش مستخدم، فهي الحالة أوتوماتيكلي هو بيكون عبارة عن أوتبوت. طيب وشو بيسوي أوتبوت؟ بيسوي أوتبوت لبيريودك سكوير ويف كم الفريكوانسي تبعها F أوسيليتر على 4. طبعا هاي النقطة مهمة انه لما استخدم RC oscillator البن الثاني تبع الاوسيليتر بيكون output وبكون بيطلع قاعد الانستركشن سايكل، قاعد بيطلع periodic square wave الفريكوانسي تبعها اوف اوسيليتر على 4. هلا ممكن واحد يحكي انا بدي اريح راسي، ما بدي اجيب هاي ولا اجيب هاي، عندي already periodic square wave جاية من function generator، جاية من اي مكان اخر، فبدي اخذها وادخلها على المايكرو كنترولر. I don't want to generate the periodic square wave. Already في حدا بده يعطيني اياها. فبقول لك هذا supported في المايكرو كنترولر. بكل بساطة انك تاخذ هاي البيريودك سكوير ويف تدخلها على اوسيليتر 1. اوسيليتر 1 وبالتالي هيك انت بتكون تستخدم external clock. طب كيف بدي افهم المايكرو كنترولر اني انا عم بستخدم هاي مش عم بستخدم هاي ولا عم بستخدم هاي؟ اذا بتطلع على البيتس اللي هم اف اوسيليتر 1 و F oscillator 0، هدول هم البيتس اللي موجودين عندي لتحديد نوع الكلوك. ففي عندي 00 محجوز، 01 محجوز، 10 محجوز، 11 محجوز، محجوز يعني ما فيش عندي خيارات. هدول هم للكريستال او هدول هي للار سي. طيب كيف بدي افهمها للمايكرو كنترولر انه مصدر الكلوك هو خارجي؟ بكل بساطه بحكي لي اختار اي واحده من هدول، بمعنى آخر اختار إنه المصدر للكلوك يكون كريستال، لكن keep this open. فالمايكرو كنترولر رح تفهم إنك أنت قاعد بتدخل كلوك جاهزة مجهزة، فدايركتلي بتاخدها بدون ما تدخلها على أي إشي سيركت حتى تكمل الأوسيليتر سيركت، لأنه البيريودك سكوير ويف جاهزة. تمام؟ فإذا كيف أختار external clock؟ اختار كريستال بالconfiguration word وخلي البن الثاني مفتوح. فباي ديفولت هذا الكلام معناه مصمم المايكرو كنترولر انها تفهم انها external clock جاهزة، ما في داعي تكمل لها السيركت تبعتها بإشي زي هيك او إشي زي هيك. طبعا هون بورجيني هذا من الداتا شيت الرسمة الفريكوانسي تبع RC oscillator وكيف بتغير بالباور سبلاي، يعني لها حساباتها بالداتا شيت. فبورجيني كيف انه لما اغير ال VDD الفريكوانسي اللي بحصل عليه من RC oscillator مش موجود قيم، لا موجود، موجود عندي 100 الكاباسيتنس هي 100 بيكو فرد، وهون بيورجيني قيمة الفريكوانسي for different values of R as we change the power supply. طبعا الباور سبلاي بيلعب دور بالفريكوانسي تبع RC oscillator لأنه بحدد charge time والdischarge time مع ثبات الكاباسيتر وثبات R بحدد، لانه تذكروا التايم كونستنت راح يعتمد لوين بدي اوصل للماكسيمم ورد ارجع. فهون بورجيني كيف انه الفكره هون من كل هذا الموضوع انه كيف الفريكوانسي تبع البيريودك سكوير سيجنال اللي بتطلع من الار سي اوسيليتر راح تتغير بتغير قيم الار وقيم السي وحتى الباور سبلاي.
آخر شغلة بدنا نحكيها لها علاقة برضو بالبنز والتخاطب مع العالم الخارجي اللي هو الباور سبلاي. حكينا المايكرو كنترولر حتى تشتغل بدها باور سبلاي بمينيمم ريكويرمنتس. بالإضافة إنه لما أشغل المايكرو كنترولر باستخدام قيمة معينة للباور سبلاي لازم أنتبه على الإلكتريكال كاركترستيكس تبعت المايكرو كنترولر. فهون مثلا بيورجيني الفولتج سبلاي فولتج، طبعا هاي تيبل من الداتا شيت، بحكي لي المينيمم فاليو 2 الماكسيمم فاليو 5.5. ومتى بعطيني بعض الكونديشنز لما اكون شغال اكس تي ار سي او ال بي اوسيليتر من 4 إلى 5.5، والله مثلا لما اشتغل عن اتش اس اوسيليتر اللي هي الهاي سبيد، لاحظ من 4.5 إلى 5.5 مش 4 ولا 2. ليش؟ لانه كل ما زاد الفريكونسي بدي باور اعلى، فبدي فولتج اعلى حتى اشتغل بشكل افضل. بعدين هون بيعطيني بعض المعلومات عن التيارات اللي بتفوت وبتطلع من المايكرو كنترولر عند شروط مختلفه. هلا اللي بدي اضيفه انا على شيء على هذا الكلام، طبعا هذا اكزامبل بورجيني انترفيسنج لمجموعه من السويتشز، مجموعه من اللايت ايميتنج دايود، طبعا هدول بول اب ريزيسترز. وهون عندي هذا سويتش للباور سبلاي، هاي البطارية. بدنا نتعود عليها رسمات زي هيك. وهاي المقاومة لاحظ، هاي المقاومة وهذا الكاباسيتنس كاباسيتور، لاحظ وين داخلين الفولتج اللي هون داخل على أوسيليتر 1، فواضح إنه هون هذا هو عبارة عن الآر سي سيركت اللي بتكمل الآر سي أوسيليتر اللي بشغل الكلوك تبعت المايكرو كنترولر. برضو لاحظ الماستر كلير هيو مشبوك على اللوج فولتج هاي، فذكي انه الماستر كلير ولا له دور في موضوع ريسيتنج المايكرو كنترولر. تمام. هلا قبل ما اختم هون بس شغله سريعه من الداتا شيت، موضوع برضو بيغفل عنه كثير من الطلاب اللي هو موضوع الكرنت ريتنجز والفولتج ريتنجز. هذه مأخوذة من الداتا شيت، يعني هاي من الداتا شيت تعطيني الالكتريكال كاركترستكس تبعت البيك 1684 مايكرو كنترولر. من هاي الرسمة بدي اطلع، او من هاي المعلومات بدي اطلع هون تحت انا مثلا بحكي لي ماكسيمم اوتبوت كرنت سانك باي اني انبوت اوتبوت بين هو 25 ملي امبير، ماكسيمم اوتبوت كرنت سورسد باي اني انبوت اوتبوت بين 25 ملي امبير. شو معنى هذا الكلام؟ يعني اي بن، وهي النقطة مهمة جدا لما نروح على تشابتر 8، أي نقطة أي بن موجود في المايكرو كنترولر بيقدر يا ماكسيمم يعطيك 25 ملي أمبير أو بيقدر يسحب منك 25 ملي أمبير، سينك وسورس، تذكروا سينك وسورس، يعطيك أو يأخذ منك. فهي نقطة مهمة، إذا أنا عم بتعامل مع ديفايس شابك على هذا البن، ديفايس مثلا بده أكثر من 25 ملي أمبير، كيف ممكن أحل هاي المشكلة؟ هلا طالما هذا الديفايس مثلا سويتش، عفوا ليد لايت ايميتنج ديود، بده اقل من 20 ملي امبير، انا بقدر اشغله ما في مشكله، اشبكه دايركتلي على البن. هلا اذا كان بده والله مثلا نص امبير، كيف ما بقدر اعطيه نص امبير من المايكرو كنترولر؟ هذا الكلام رح نشوف كيف نعالجه بشابتر 8. هلا معلومه اخرى لها علاقه بهذا الموضوع، بقول لي هون ماكسيمم كرنت سانك باي بورت اي اللي هو قديش؟ 80 ملي أمبير. هلا بورت A قديش كم بن؟ 5 بنز. هلا 5 بنز ضرب 25 125 ملي أمبير، فالتوتال كرنت اللي بيقدر بورت A يسحبه منك أو يعطيك إياه هو المفروض يكون 125 ملي أمبير، لكن فعليا البورت مصمم بحيث أنه أكثر كرنت بيقدر يعطيك إياه بيقدر ياخده منك البورت هو 80 ملي أمبير، وأكثر كرنت بيقدر يعطيك إياه البورت ككل 50 ملي أمبير. يعني أنت تخيل لو أنك أنت مشغل كل البنز ببورت A كأوتبوت، أكبر قيمة للتيار بيقدر يعطيها البورت ككل على كل البنز مجموعها 50 ملي أمبير. فإذا هذه النقطة مهمة، إذا أنت شابك مجموعة من الديفايسز عم تسحب كتوتل من البورت A أكثر من 50 ملي أمبير، بدك تنتبه. You cannot do this. You cannot connect these devices directly to the microcontroller. لازم نلاقي لها طريقة أخرى، وهذا الكلام رح نسويه بشابتر 8. طب نفس الكلام ينطبق على بورت B مع اختلاف القيم، يعني ماكسيمم كرنت سانك باي بورت بي هو 150 ملي امبير، والماكسيمم كرنت سورس باي بورت بي هو 100 ملي امبير.
فاذا يعني انا طولت عليكم بعرف، بس معلش سامحوني احسن. يعني بصراحه الطريقه اللي بشرح فيها انا عاده، حتى على يعني لو ما في رمضان وحتى لو ما في كورونا، دائما بضطر اني اعطيهم محاضره او محاضرتين اضافيه، فاعتبروها هذه محاضره اضافيه، تفرجوا عليها براحتكم. بس هي ما فيها المعلومات الصعبه، عباره عن اكزامبلز ويعني بعض التفاصيل اللي علاقه بالهاردوير رياليزيشن للبارالل بورتس والكلوك اوسيليتر اند اول ذات ستاف. ف this is the end of chapter 3. Next time ان شاء الله راح ابلش بشابتر 10. بدنا نحاول ان شاء الله يعني نمشي شوي زي ما حكيت قبل ما تبلش فترة الضغط اللي هي 20-5، واطلع بديش يعني اضغطكم بهذيك الفترة، خليني اضغطكم الان يمكن شوي هيك يعني في مجال انك تحضر ساعة زمن زيادة وتدرس لك ساعة زمن زيادة على المادة. فبعتذر على الإطالة وشكرا لكم، وحاولوا انه تتابعوا الموضوع وتدرسوه من الان، لا تراكموا عليكم. يعطيكم العافية.